ازيك؟ الحمد لله. طبعا حلقة خاصة بالنسبة لي جدا، بس في الأول كده قبلها حاجة خاصة، عايز أعرف إيه علاقتك بالكورة؟ علاقتي بالكورة يعني ليك علاقة بالكورة يعني ولا ملكيش علاقة خالص يعني بالكورة؟ افهم فيها يعني على قد مستوى شغلي، ان انا اقدر يعني اجيب نجمة اتكلم فيها. أهلاوية، اهلاوية جدا، زملكاوية، اهلاوية جدا. اتحادوية، احنا مش عارفين لا بقى. انا اهلاوية جدا والله طب انت من اسكندرية، طب ليه ما الاتحاد؟ طب ايه، من واحنا صغيرين، اهلاوية عائلتنا كلها ما اهلاوية. هو اسكندرانية كلهم اهلاوية على فكرة، دي يعني حقيقة. الناحية دي اهلاوية. طيب سريعا كده اقول لك، الماتش احنا البرنامج 23 كلمة، كل الكلمات انت هتختاري من رقم من 1 ل 23، اي رقم، وكل رقم من دول هياخدنا الكلمة في الكورة، هناخدها بقى ونتكلم فيها في الحياة كده، ايه رأيك؟ حلو، نبدأ؟ يلا بينا. يلا بينا. اختاري رقم من 1 ل 23. 2. يبقى رقم 2 معانا الكوتش. المدرب، تعرف الكوتش في الكورة طبعا هو المدرب، هو اللي بيدرب، هو اللي بيظبط أماكن اللعيبة، هو اللي بيعمل، يعني هو اللي بيبقى، هو اللي بينظم كل حاجة. أسمى إبراهيم بقى، مين الكوتش بتاعها في الحياة عامة؟ يعني على المستوى الشخصي، على المستوى المهني يعني، أو مين الكوتش اللي أنت الجاد فاذر بتاعك مثلا في الحياة؟ على المستوى الشخصي مامتي، مامتك. على المستوى المهني او في الشغل طبعا المخرج ميلاد ابي رعد. يعني طب اشرحي لي، مامتك بتلجأ لها لإيه؟ أو يعني في كل حاجة، مش في حاجات معينة، كل حاجة. في كل حاجة بحس بأمان. محدش هيعرف يحبك اكتر من مامتك، محدش هيكون عايزك احسن منه حتى غير مامتك. ففي كل حاجة ببقى عارفة ان هي عايزاني احسن حاجة، في كل حاجة بكون مطمنة. ممكن طبعا، بس انا ممكن علاقتي بمامتي، انا ممكن علاقتي بمامتي بتحبني طبعا اكيد زي اي ام ممكن تحب، بس ممكن بص صحاب قوي او مش فاهمين بعض قوي، مش لا شرط. بص، هتقولي عن فرق مثلا السن، او اللي هو مثلا ان الامهات بتتكلم بلغة زمان بعضهم وبعضهم لا. انا مامتي الحمد لله بتواكب معايا العصر، اوكي، بتحاول تبقى دماغها قريبة من دماغي. يعني انتوا صحاب. احنا صحاب اكتر من علاقة ام وبنتها ايوه، ما كمان. هي دي اللي انا بتكلم فيها، لا عشان لا كده هي احنا الكوتش صحاب بتاعك اكتر. يعني. يعني اللي هي مثلا في قراراتي كلها انا من وانا صغيرة، هي عودتني وربتني ان انا قراري انا اللي مسؤول عنه، اوكي. باخد قراري لنفسي، ما حدش بيتدخل في قراراتي. لكن هي كمان لو انا محتاسة في حاجة او بفكر في حاجة ايوه بالظبط. مش بلجأ لحد غير ليها، هي هتديني الخلاصة. عارف انت الخلاصة كلها بس الموضوع حلو جدا، الواحد بدل ما يلجأ الام لحد، طبعا الام، لان في الاخر هي الامان الاخير اكيد طبعا طبعا هي يعني. تديني احسن حاجة في الدنيا. هتقولي مثلا لا ده صح، او هتقولي ما كانش اختيار موفق ليكي مثلا. اوكي طيب، والمهني بقى، انت قلت لي ميلاد ابو رعد، ميلاد بثق فيه جدا. ليه؟ اشمعنى؟ احكي لي، طب اتعرفت عليه ازاي؟ وايه اللي خلاك تثقي فيه كده لدرجة انك تخليه الكوتش بتاعك عامة في الشغل يعني؟ اتعرفت عليه هو قبل ما اعمل اي برامج في حياتي. كلموني في القاهرة والناس وقعدت معاهم. في الاخر هو كان مصمم ان انا ابدا معاهم هما قبل اي حاجه، فقلت له ممكن ما اكونش غلط، بس لو عايز اخد خبره اكتر لا سيبني اجرب يعني بره وبعد كده اشوف بعد هعمل كده ايه. اشوف. لما جربته فرجعت قلت له لا انتوا فعلا انا عايزه اكون معاكم وبتاع تمام. حسيت ان انت بتتعلم من جديد، انت فعلا في مدرسه، هو ليه مدرسة مختلفة طبعا. مدرسه مختلفه. حد شايف ان اللي قدامه ده يستاهل المكانة دي، هو تملي يقول لي انتي نجمتي. فنجمتي دي مش جاية من فراغ، جاية من اللي هو قدر يوصل بالبنت دي لبر الامان. فاهم قصدي؟ ان هي قدر اللي هو يحتوي مثلا توترها في البداية، القلق المستمر، مثلا كل حاجة كان عندي قلق من كل حاجة، قدر يحتوي ده بصراحة دي مهمة جدا لما يكون حد جدا. مقتنع بحد ويصبر عليه، احنا عندنا في الكورة نقول ايه، يصبر على اللعيب شوية لما يكون لا حد شايف مدرب. جدا جدا جدا. وكان حتى بيكلم جوزي في التليفون يقعد يقول له ما تقلقش، ما انا كنا فترة كنا منفصلين يعني. لا كان يكلمه يطمن عليا يقول له ما تقلقش، لا هي النهارده احسن، لا هي نفسيتها دلوقتي احسن، هي مثلا متوترة من حاجة لا ما متوترهاش، تيجي التصوير متضايقة بتبقى مش افضل حاجة. كانوا بصراحة خايفين عليا من كل الاتجاهات. بس نظرته كانت في محلها، وانت كمان نفس القصه، انك تخليه كوتش بتاعك، وصلتي لحد هنا طبعا، بارك لك. ربنا يخليك. برنامج السنه دي عمل شغل جامد جدا طبعا يعني بصراحه. الحمد لله الحمد لله. طيب نخش على رقم تاني.
هتلاقيني تملي بختار ارقام زوجية. اه زوجية بجد. اخد 4 طيب 4 معانا الكارت الأحمر، ده موضوع مهم أوي بقى ده. طرد. طرد، شفت ما انت عارفة في الكورة. طيب امتى اسماء طردت بقى حد من حياتها تماما؟ اديتي كارت كده احمر وبلا رجعة، رحتي قلتي لا الشخص ده لازم يطرد تماما من حياتي. بص، خلينا متفقين ان اكيد كلنا طردنا من حياتنا مش شخص، اكيد اشخاص أكيد. كتير، لكن امتى تطلع الكارت الاحمر ده؟ انا ممكن ما اطلعش انذار، ممكن اطلع كارت احمر على يا طول. لا أنت ما تطلعيش إنذار، تقومي لا ترك على طول كده. لا، انا الانذار عندي في حاجات بسيطة، يعني مثلا حاجة ممكن تعملها غصب عنك، حد مش قاصد حاجة، لكن طرد مش لحاجة واحدة، لكذا صفات. خيانة طرد، كذب طرد. طب اشرحي لي الخيانة. الخيانة مش لازم بالراجل وست، ما انا عشان قلت لك الخيانة اشرحها لي ممكن يعني. ان انت تبقى مثلا حد قريب منك جدا جدا وتعتبره اكتر من اخت او اخ او وفجأة تكتشف وانت بتتعامل بكل حسن نية هو ازاي بيدور على ان هو يأذيك. وده حصل لك مع حصل ناس لي طبعا قريبين؟ جدا، اللي هو ازاي اخلص من دي، ازاي اقضي عليها، هي ليه ربنا مديها كل حاجة وانا لا. ياه، بما الناس قريبة قوي يعني. جدا لأبعد الحدود، فده مش بتدي انذار، طرد. طرد لان وجوده في حياتك خطر وانت ردت ناس كتير اصلا جدا قوي قوي في الشغل ولا في الحياة في الشخصية كله. ولا مش هقدر استحمل، مش مجبرة استحمل كذب، مش مجبرة استحمل خيانة، مش مجبرة استحمل حد عايز يوقعني، مش مجبرة استحمل حد بيحمل كل ضغينة ناحية أسماء وبيوريها وجه، يعني بيوريها وش كده اللي هو ده أنا طيب، ده أنا غلبانة. لأ، مش هينفع، مش هقدر. طب ولما بتراجعي كده القصة دي بتحسي بإيه؟ اللي انت كنت فعلا يعني بتعامليها او بتعامليه من قلبك قوي وبجد، وفجأة وحاسة ان هو قريب او قريبة وفجأة كده يعني. بتحس ان انت اتربيت زيادة عن اللزوم، عارف انت اللي هو ياه، هو انا متربية للدرجة دي ان انا مخدوعة في الشخص ده او الشخصية دي قوي كده، مش واخدة بالي من اللي بيحصل. يعني انت قلتي نفسك كده فعلا؟ ليه انا كنت بطلع اتكلم مع ماما اقول لها ليه انا ما عنديش اللف والدوران بتاعهم عشان اقدر افهمهم، لان انا لو كنت زيهم كنت كنت فهمتهم، لقطت الموضوع كده لكن على الأقل يعني. انا اللي حواليا كانوا لاقطين. انا طب لا، انت من النوع اللي بيسامح؟ بسامح في حاجات بسيطة. بس خلي بالك في ناس بتبقى كتيرة وتبقى حاسة ان في حاجة، بس تقول لك حتى معلش بيوجد له مبرر ده وبتاع. موجود، ده موجود، موجود عندي، بس موجود مثلا لو حد ايه ضايقني في حاجة مش عارفة مين، لكن حوارات كده لف ودوران، خيانة، خيانة أمانة، احساس ان هو لأ انتي ما تطلعيش انا عايزة اوقعك، لأ بس ده بيبقى من ناس قريبة، الموضوع صعب جدا. قوي. اكتر حد دلوقتي تخاف منه اللي هو بيكون اقرب حد ليك بس مش من دمك قوي، طبعا ده من يقول عدوك احسن من ممكن يكون صاحبك اللي قريب، طبعا. بس مثلا مش اخوك، مش اختك، مش مامتك، فاهم؟ ممكن يكون صديق او صديقة، دول بيكونوا دخلاء على حياتك. فانا حياتي كده، انت دخلت حياتي ليه؟ عشان انت حاطط حاجة في دماغك عايز تنفذها. سوري، كارت احمر مش موجود، خلاص انا انتهى. عارف انك بتخافي من الحسد صح كلنا بنخاف من حسد يعني، بس بس مش في ناس لدرجة بتعمل له الهسس. حساب قوي لما يكون في ناس لا مش بتحس ان في درجة ناس كتير الهسس، بي لا لا اوكي. مش درجة الخرزة الزرقاء والحاجات دي، لا خالص، لا لا مش لا للدرجه دي لا مش يعني. للدرجات. يعني كل ما يصيبنا الا طيب ما ده كتب الله خلينا لنا. نروح لرقم 3 جه في النص معانا بقى اللي هو الانذار. فنرجع كده للانذار، انت ما بتنذريش حد خالص؟ لا ما فيش، بنذر، بتنذري انا ممكن اديك انذار لو انت مثلا عملت حاجه ما تقصدش وانا عارفه ان نيتك ان انت ما تقصدش، ممكن اديك انذار لو طب انا ما اقصدش، هتديني انذار ليه؟ ما انا مش قاصد غصب عني يعني، مش واخد بالي خلي يعني. بالك منها المره الجايه، عشان المره الجايه يبقى طرد. يعني مثلا ما تجيش تقول لي اصلا انا عملت كذا وانا ما اقصدش، طب خلي بالك عشان ما تعملهاش تاني، لان لو اوكي. اول مره من غير قصد، التانية لا ده تعمد، فباي باي، ما انا مش موجوده، يطلع الكارت التاني مش والاحمر بقى موجوده، على طول مش صح؟ موجوده.
انا اسرع واحده تمشي. بمشي ليه؟ عشان ما عنديش طاقتان، ما عنديش وقت، وقتي غالي عندي قوي، وقتي ده يمكن اكتر حاجه في حياتي غاليه، وقتي لو انا هضيعه في تفاهات وفي حاجات ملهاش 30 لازمه يبقى انا ما استاهلش ده انا فيه امشي احسن. دلوقتي. امشي احسن وقتي ده لنفسي، لحياتي، لبيتي، لاولادي، لشغلي، لاسمى وقتي، الاسمى، اسمى تكبر اكتر، اسمى تنضج اكتر، اسمى تشتغل اكتر. طبعا اكيد لكن مهم. اضيعه بقى ان انا اقعد اعلم واقول اصل ما ينفعش اللي حصل ده ما كانش كويس فبلاش يحصل تاني، اصل لا خلاص خلصنا. طب ما تفتكريش انذار كده دي تيل حد كده موقف معين او حاجة ولا لا المواقف كتير لكن اكيد مش هقول اسامي اشخاص. مش مهم اشخاص؟ لكن المواقف كتير، يعني مثلا موقف يعني مالوش 30 لازمه، اللي هو طب احكي لي موقف، مش عايز اقول الاشخاص، قولي يعني موقف. مثلا حد مثلا قريب مني جدا، كنت حكيه له حاجه معينه يروح يحكيها لحد تاني، اصلا انا ما كنتش اقصد، فانا هدي انذار لان انا ما عنديش حاجه يعني ما عنديش حاجه اخجل منها فعادي. لكن تبقى عايز توقعني عشان تحكي لحد اي حوارات، تحس ان حد بقى موضوع تاني بقى. ده شغل بقى ملناش فيه. طيب نروح لرقم تاني. احنا خدنا 4 نروح ل6. انت واخدهم 2-2 كده على طول يعني، انا بحب ماشي. العدد الزوجي اكتر. طيب الاتاك، الهجوم. طبعا انت عارفه في الكوره بقى اهم حاجه الهجوم، عشان نجيب جول ما هنعمل ايه، لازم نهاجم بقى، هنعمل ايه؟ طيب امتى اسمى بقى بتهاجم جد، او امتى هجمه حد اضطرت ان هي تهجم؟ ما هو بتحب عامة الهجوم ولا انت مسالمة دايما يعني؟ لا بس انا في ساعات في الحياة الواحد بيحب لازم يهاجم يعني، لا انا هاجم، طبيعي. انا مسالمة لحد ما تقرب مني. هتقرب مني ههاجم، حسيت بيها قوي دلوقتي وانت بتقوليها كده. ههاجم حسيت بيها قوي. فاكر. لا انا مبحبش حد اوكي. يدوس لي على طرف، مش حد يجي عليا، مبحبش حد يفكر يضايقني. طب انت هجومك شرس ولا هجوم اللي هو على ايه حسب بقى؟ بقى الموقف، لكن انا تمام ومسالمه جدا ولا في دماغي اي حاجه. لكن هحاول تقرب تيجي عليا، لا معلش سوري، هتخش جوه الحدود اللي انا عاملاها لنفسي دي عشان تاذيني، الله يكون في عونك بقى. طب احكي لي موقف كده يا جماعة، عايز اعرف الهجوم بتاعك عامل ازاي، اشرحي اكيد لي مش يعني. هحكي عشان ما اعرفكمش لو حد حاول يهجم هعمل ايه، بس اوكي. انا مش هطلع كل كروتي يعني، بس انا مسالمه لابعد الحدود. بس هتنكشني مفيش تمام، موقف يعني يحضر. طب قولي لي اكيد حد في هاجمك قبل مواقف. كده. لا لا اكيد في مواقف، بس طب في انا هجوم حصل على بص اسماء قبل في كده؟ هجوم بيحصل، هجوم من ناحية ايه احكي لي اي حد يعني، حسيتي انا ان انت بتكلم كل ده في الحياة الشخصية، لكن هجوم في الشغل انا ما بشوفوش، ما بتشوفوش خالص. ما بشوفوش لاني اتعودت من داي وان عشان انجح ما تشوفش اي حاجة سلبية، انجح وانت ساكت. بس ساعات الواحد بيتعلم من الهجوم اللي عليه يعني، ساعات في بداية الواحد ممكن يكون الهجوم، في هجوم إيجابي يعني، هو مش كل الهجوم لو بيبقى في نقد ايجابي تتقبله، لكن حد عايز يتكلم وخلاص، اي حد ماسك موبايل بيقعد يهري، اي حد مش عارفه يعني ماسك موبايل بيقعد يكتب كلام ملوش 30 لازمه، لا ده لا كتير جدا اي طبعا حد يعني. عايز يعمل اي ضغينه، بس لا أقول لك على حاجة، هو أي حد بيبدأ ينجح أو بيبدأ اسمه يبقى كبير، وطبيعي جدا بيبقى له ناس عايزه تهاجمه، ده نورمال يعني، ده في العالم كله ما يعني. ده اوكي انا معاك، احسن ما تعدي مرور الكرام لو انت بالظبط، ما لو حدش ما شافك اصلا. تهاجمتش ابقى مش فارقه، الناس انا مش معاك، فارقه. وكان تملي كتير قوي او ميلاد نفسه كان بيقعد يقول لي لو ما تهاجمناش احنا ما نجحناش، بالظبط. طول ما انت بتهاجمي انت ناجحه، فانا مبسوطه بكده اوكي تمام. ده هجمه براحتكم انا مش شايفاه اصلا، لكن على حياتي الشخصيه جوه سور حياتي، حياتي دي زي بيت طب امتى انا بنيته امتى بايدي، فما تجيش تفكر ان انت تخش جوه حياتي تهد فيها اكيد حاجه حياة الشخصية الواحد بيبقى او في ناس جوه ما شخصيه بتحبش. اسمى. لا تمام. معلش سوري لحد هنا، لا ده انت بقى انت اللي جبته لنفسك. طب حد عمل كده قبل كده اكيد وهاجمتي؟ هاجمتي اكيد عملتي ايه طيب؟ اكبر هجوم طلعه بره حياتك يبقى حتى نفسه يسمع صوتك ومش عارف. يعني هجومك بتطردي. انت ممكن تطلع حد من حياتك تمام. خلاص اوكي. ماشي، انا معاك ان ده كارت احمر وطلع بره حياتك ده الكارت الاحمر خلاص، طردت ده حد، تمام، لكن امتى هاجمت لكن حد؟ الهجوم بقى بجد، ايوه الهجوم بجد ايوه اللي انت هتدخل تعمل حاجة غلط جوه حدودي، لا انا مش موجودة،
ومش موجودة بس انا زي ما بتأذي، لا انا هأذي بس مش ما هو ده اللي بالطريقة عايز دي. اوصل له بقى، امتى بتردي بقى بس مش الهجوم بهجوم يعني يعني. الأذى كمان ليه حدود، كل اوكي حاجة في الدنيا ليها اكيد حدود. طبعا اكيد، بس طب انا ممكن بتكلم تأذي بكلمة، ممكن تأذي بنظرة، ممكن تأذي اللي انت مثلا يعني الشخص ده انت مش موجود في حياتي وتجاهلك تماما، اطلعه بره حياتي وخلاص، اطلعك بره حياتي وخلاص، لكن هتأذيني هرد. هرد. اوكي بس الأذى، الأذى اللي بجد مش الأذى اللي هو كلمتين ما لهمش 30 لازمة. اوكي طيب نروح لرقم تاني. خدنا 6 ناخد 8. 8 الجول. الجول بقى ممكن يبقى كذا حاجة طبعا. الجول في الـ in general في الكورة، هنتكلم في الكورة، الجول هو الجول، الجول اللي أكيد بيحسم الماتش، الجول اللي بيحاول كل الناس دي كلها بتحقق مستنية الجول الهدف. يخش، الهدف نفسه. وفي في نفس الوقت في الكورة برضو بيبقى في جول بقى على مدار سنين، ببقى مثلا وانا صغير الهدف بتاعي ان انا عايز العب في نادي فلان ما نفعتش، وبعد كده بطلع لحتة تانية عايز العب يمثل منتخب بلده، وبعد كده عايز يحترف بره، عايز يبقى احسن واحد في فرقته، يعني كل واحد الجول. هل أسماء من النوع اللي بتحدد جول دايما في حياتها من وهي صغيرة، عندها جولز محددة حطاها، ولا الجولز تمشي معاها كده واحدة واحدة كل ما تعدي مرحلة؟ وامتى جابت جول كده كانت يعني أسماء قالت ايه ده حطيت جون حلو قوي كده؟ ضربة معلم. امتى حطيتي جون عجبك قوي كده امتى؟ آه السيزون ده. السيزون ده؟ انا ده على جبت حظي انا بقى. الحمد لله انا جبت جون فيه حلو قوي. هدف. من وانا صغيرة عندي هدف، انا طول الوقت عندي هدف، ما اقدرش اعيش حياتي غير وانا عندي هدف، وما ينفعش اكون عايشة وبتنفس وانا ما عنديش هدف حاطاه قصادي ان انا عايزة اوصل للحتة دي. ايه معنى الحياة وانت عايش كده بتاكل وتشرب وتروح تشتغل وترجع بيتك وانت ما عندكش اي طموح بدون أي ولا اي هدف. حاجة ولا اي حاجة ولا ليه لازمة؟ طب خلينا نرجع بقى كده، وانت صغيرة نعرفتي بقى الصغيرة بقى الدلوعة بتاعت العيلة، تمام؟ من اسكندرية صح؟ احكي لي وانت صغيرة كده، هل كنت وانت صغيرة بقى قوي كده كان عندك جول معين حطاه؟ كل واحد هو صغير بيبقى لسه جول ساعته، لسه على حسب عقله وتفكيره اللي بيشوفه منبهر وانت بشيء. صغير لو عايز اطلع دكتور واطلع ضابط والحاجات بتاعتنا بتاعت الاطفال دي، لكن بالظبط. بعد الوقت يعني بعد ما الوقت عدى بيا، كنت انا اصلا مذيعة المدرسة وانا صغيرة، اوكي فكنت حابة قوي فكرة المذيعة دي، بقف قدام المراية يعني من وانت واقلد صغيرة الموضوع وانا عندك وانت صغيرة. جدا. فده كان طموح عندي. انت بتمشي بحلمك لحد ما توصل له، اجلته اجلته بس كانت لفترة معينة في حياتي. بدأت فيه. بدأت نجحت. الحمد لله نجحت، فده مفرحني قوي، مفرحني ان انا نجحت فيه في وقت قصير، اختصرت سنين كتير قوي، فده هدف. طب خلينا نروح اللي ممكن بقى ناس كتيرة قوي طبعا اكيد سمعت قبل كده، ناس كتير ممكن تقولها، ممكن بتسمعي او ما بتحبيش انت ما بتهتميش ممكن اللي بيتكتب عليه، بس ممكن ناس تقول ان اسمع الموضوع جالها سهل قوي، مش حاجة في الدنيا بتيجي بالسهل. يعني تقولي ايه، تقولي اللي بيقول كده، او تقولي ايه للصغيرين اللي لسه صغيرين عندها لسه عندها 10 سنين لسه في المدرسة زي كده، يعني تقولي ايه ان الناس بتقول اللي هو الموضوع سهل كده، او مفيش حاجة في الموضوع الدنيا جالها سهلة يا سهل طارق. واسمها معاها فلوس وهي اللي بتعمل كل حاجة، و يعني هل الموضوع فعلا كده؟ أكيد لأ. مفيش حاجة في الدنيا بتيجي بالسهل، مفيش حاجة في الدنيا اسمها إن أنا معايا فلوس فأنا هنجح. ده ناس كتير كتيرة معاها قوي فلوس على فكرة. مبتنجحش بالظبط. وبيعملوا نفسهم كل حاجة طبعا مبينجحوش، وده من عند ربنا على فكرة. يعني فلوس مش معايا فلوس هشتري حب الناس، معايا لا فلوس طبعا هشتري النجاح، تشتري بإيه؟ معايا فلوس هتقدري تشتري النجومية اللي جاتلك مرة واحدة، وإن ناس كتير بتحبك وناس كتير بتكلمك وبنات بتحبك من كل الأعمار والأجيال، هتشتري بإيه ده بقى؟ هتعدي على بيت بيت في مصر كلها ما إزاي؟ عشان كده سألتك الناس اللي بتقعد تقول الكلام ده او الصغيرين كمان، لان ده بيأثر خلي الفلوس بالك. هتلبسك لبس حلو، اوكي الفلوس هتسفرك، الفلوس هتجيب لك عربيات، كان مش هتشتري حاجة تانية أبدا ابدا. انسى انسى. صعب. صعب. كان زمان كتير قوي معاهم فلوس بقوا حاجة رهيبة جدا 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 بفلوسهم، لكن لا، هي وسيلة
مش غاية. بس يمكن بدال عشان في بعض الناس بتوصل في مجالات كتير، مش في مش بس في الإعلام أو في التمثيل أو في كده، بس في ناس فعلا كده يعني، في ناس بيقولوا عليهم إن هم اتساعدوا مش عيب ان انت تساعد، اتساعدوا أو محطوطين في الحتة دي بسبب إن بيشتروا مش وات عيب، ايفر. مش عيب. اللي ما يجيلوش اي فرصة ان هو يتساعد في حتة معينة وما يستغلهاش، يبقى هو مش عارف يفكر. يعني انت دلوقتي عندك فرصة جايالك تبقى حاجة، مش اصلا انا مش عايزة الفرصة، اصلا مش عارفة مين، يبقى انت مش فاهم حاجة في الدنيا. هنرجع للجول تاني، لو انت عندك جول من البداية بالظبط. ولكن مفيش حاجة بتيجي بالسهل. يعني انا ما نجحتش في ساعتين، أكيد ما نجحتش وانا قاعدة في بيتنا بالبيجامة. أكيد طبعا، ده لا، بتعب انا بتعب وتفكير وتفكير وعدم نوم وشغل. وسهر وبتسيب البيت كتير قوي في اوقات كتير قوي، في عز التلج وفي عز كل حاجة، وبتتبهدل وبتتمرمط وبتقعد متلج وبتقعد ما جعان، بننامش عشان تقعد تفكر ما انت هتعمل بتنامش، ايه. طبعا كل حاجة تاخد من وقتك ومجهودك وطاقتك وكل حاجة. مفيش حاجة في الدنيا بالسهل، بس لازم الناس تتعلم ان ربنا بيدي كل واحد الـ24 قيراط بتوعه. هتاخدهم هتاخدهم، هيجولك هيجولك. ما تبصش على حد، ما تبصش في حاجة حد، مش مكتوبالك، مش بتاعتك. اعترض بقى. يعني انت مثلا لا، ما في ناس اعترض بتعارض، بقى انا ما ان بقولش خيرك حاجه. ليه يا رب انت طلعتها معاها فلوس وانا لا. استغفر الله العظيم يا رب. يعني يمكن انت لو معاك مثلا زي اللي مع فلان هتبوظ، مش تبقى ناجح. طبعا بتفرق طبعا، دي حصل معايا ناس كتير جدا طبعا جدا. يعني، طبعا فربنا في كل بيدي كل المجالات. واحد على قد نيته من الاخر برضه. طب ده الكلام صعب قوي مع اعلاميه. ليه؟ تخيلي بقى انا بستضيف اعلاميه مش اي اعلاميه، ليه؟ فالموضوع موضوع صعب جدا ليه طبعا. خالص؟ انا اسهل من الثانويه العامه حتى. طيب نختار رقم تاني. ناخدنا 8 ناخد 10. 10. ده انا بحب رقم 10 جدا، عشان انا كنت بلبس رقم 10. بس رقم 10 عندنا بقى الفار، عارفه الفار في الكوره، بتشوف بنرجع الشاشة الأول. الكوره تاني سواء دخل الجون، ممكن تبقى مش جون او اوفسايد او كوره، او يعني بنرجع في الكوره مرجع يعني. مرجع. امتى اسمه كانت مكونه فكره عن حد او عن فكره او عن حاجه معينه، وكانت شايفاها كويسة جدا وجميلة جدا، والراجل ده خطير والدنيا دي حلوة قوي، وبعد كده لما رجعت للفار قالت ايه ده، لا الموضوع طلع غلط خالص. حصل. بس في حتة هنا عايزة أكلم فيها البنات عامة أو الولاد. بلاش تتخدعوا في الأول بأي حاجة في حياتك، شخص، حبيب، حبيبة، أي حاجة، غير لما تعاشر البني آدم، تعرفه، تفهمه، يتحط في كذا موقف واحكم بعد كده. متحكمش في الأول. الأول حلو، يعني ال first impression ده حلو كويس مش عند وحش كل الناس يعني. هيكون حلو طبيعي. مش حاجة اتعرف عليك لأول مرة وصدر لك كل حاجة سلبية فيا، أكيد طبعا لأ. أكيد. في الأول هقول كل لك واحد إن بقى أنا عايز ملاك، يطلع الحاجة الحلوة اللي أنا جواه طبعا. ملاك والناس كلها جاية عليا، هعمل كده. هقول لك إن أنا فظيع، مفيش مني اتنين في مصر، هعمل كده طب وانتي كان حواليكي ملائكة كتير كتير. بجد؟ بس مش شياطين، بس في نفس الوقت انتوا بتاخدوني قوي تحت، انتوا عايزين توقعوني قوي بحجج كتيرة، اللي هو لا احنا بنحبك وخايفين عليكي فبلاش تعملي ده. لا، هو ده مش ضرر ليا، دي مش حاجة عيب، دي مش حاجة غلط، بس انتوا كارهين نجاحي او كارهين تشوفوني واو. لا، اطفي شوية، ما تلمعيش قوي كده. اول ما حد يحس ان اي شخص حواليه، اي شخص حواليه بيحسسك ان هو لا ما تروحيش قوي كده، انزلي شوية عشان مش عارفة مين وعشان الناس بتقول وعشان وعشان، ابعد واجري. طب وانت حصل انك رجعتي للفار قبل كده يعني؟ طبعا طب بترجعي، بترجعي لمين طب؟ لنفسي بترجعي لنفسك في المواضيع دي برجع لنفسي. يعني، انت الفار بترجعي لنفسك انت. وعلى فكرة انا ممكن مبينش اللي معايا اي حاجة، ممكن اكون واخدة قرار ان الشخصية دي بره حياتي، بس مش ببين الا لما اكون متأكدة من جوايا 1000000% ان انا مش موجودة، انا انت ماشية. شكلك حصلك الموضوع ده كتير قوي على فكرة. مش كتير، حتى لو حصلك مرة بس لازم بتتعلم منها، واللي ما يتعلمش من غلطته يبقى غبي قوي. لا، بتتعلم وبتفكر وبتركز وبتبتدي بقى تفتكر المواقف على مدار الايام اللي عدت دي كلها. ده كان في موقف فلاني، ايه ده، كنتش واخده بالي.
ده كان في موقف كذا. طب انت اسمع، عامه شخصيتك بتركز في التفاصيل قوي. مع البني ادمين او الشخصيات لا، في لبس، في البيت ممكن تلاقيني قاعده في البيت لو بوظه متحركه مكانها تلاقيني جريت، دي متحركه مكانها ليه كده. لكن في البناء في او سي دي بقى وكده، انا لا مش درجه او سي دي، بس مش انا مثلا الدرجه ايه، دي يعني. لا مش الدرجه دي، بس انا ممكن تلاقيني مثلا بحب حتى حاجه مكانها، بحب اشوفها في مكان، بحبش الكراكيب يعني، بحب حاجه في مكانها حلو. لكن تيجي عند اشخاص لا، اول ما اصل مش واخدين بالهم، اصل متضايقين، اصل مش عارفه مين، اصل حرام كذا. ده لو هو مش مثلا مش مؤذي او ما عملش حاجات ان انا قلت لك عليها قبل كده، بتكلم على موضوعات في الحياه، اشخاص في الحياه يعني. مثلا بلاش الستايل ده مش حلو عليكي، وهو حلو عليا، كل الناس عارفه ان هو حلو عليا، لا دي غيره. بس ممكن حاجات بتبقى أذواق برضه يعني، ممكن لا مش اذواق حد يبقى قاصد يعني. طبعا، طب قولي لي مين طيب؟ كتير. مين لا يعني؟ مش عايزه اقول اسامي عشان كانوا قريبين قوي يعني؟ ناس كتير كانت والله قريبين، قريبين. قريبين جدا. بيجوا في حتة ال شكلها هو حلو بقى مش بي... يعني. هو مش بس لبس، هو مش بس يعتمر شكل، أمال إيه؟ هو اسلوب حياه. اللي هو اسلوب حياتك ده مش لازم يتغير. يعني ايه لازم طب يتغير؟ وهل أسماء بتدخل صحابها قوي للدرجة دي انهم يتكلموا معاها في الحاجات دي يعني؟ يعني انت فيها عندك ناس كتير قوي يخشوا لغاية المرحلة دي ممكن اللي هم بيوصلوا. يكلموك في انك تغيري حياتك او شخصيتك او بيوصلوا. ياه. بيوصلوا. وطول ما انت بتعلى وبتظهر هما بيتضايقوا، فعايزين يطفوك، بس بيدوروها من كل الاتجاهات. انا بنحبك، خاف عليكي، دي اغلى حاجة في الحياة. كلام ملوش 30 لازمة، بس المضمون بتاعه بان قوي. الاول ما كانش بيبان، في الاواخر وانت بتفكر كده في الموضوعات كلها، لا ده انا ايه ده، ايه ده بقى، هي وصلت لكده؟ طب لا بقولك بمناسبة للفار، لو رجعتي لورا كده مثلا 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، اعتبر يعني، ايه اللي كنت ممكن نرجع لورا، كنت اعمله ايه بقى، اللي كنت ممكن تعمليه ما عملتيهوش؟ اتجوز بدري اكتر من كده يعني، اتجوز بقى وانا في اللفه بقى. بجد انا بفرح قوي كل ما الولاد بيكبروا، بكون اوكي، مبسوطه. وانت لسه صغيرة بقى كده وبتاع، ما كبروا وانت لسه يعني صغيرة، انا الموضوع انا اه 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 طبعا. بحب كده قوي. اللي هو مثلا انا عندي بنتي جريد 2 وعندي ابني كي جي 2، فبكون مبسوطه قوي كل ما بحس ان انا الله ده حلو. يعني كنت رجعت اتجوزتي وانت اصغر؟ انا متجوزه وانا عندي اصلا 22 سنه، كنت اتجوزت وانت عندك كام سنة بقى؟ كنت 18 اتجوزت سنة؟ مثلا 18 يعني، والله مش بهزر بجد، كنت حاجة عملت حلوة. كده يعني. كنت عملت كده، كنت اتجوزت وانا في الجامعة عادي مش مشكلة، بس بس كنت لسه هبقى صغيرة مبسوطة. براحتك بقى يعني، ايوه بس انت مش حتة ان حاجة بقى ما... ولادك بيكبروا قدامك وبتبقى انت صغير وهم صغيرين، دي حاجة حلوة قوي قوي. طيب نخش على رقم تاني. 12 بكرة. 12 فاول، فاول في الملعب بقى يعني، فاول دخل في حد عمل له خطأ، اضطر يعمل فاول زي ما بنقول كده، في فاول تكتيكي زي ما بنقول، ايه وقفه شده مثلا، ليه مش عايزينه وقت مثلا معين، او راح مثلا بلغة الكرة بيقول مثلا رايح واحد ضد واحد او اتنين ضد واحد يعني، مثلا مهاجمين على مدافع واحد، ففي فرصة انه يروح يجيبوا جون، فنقول ايه اعمل فاول معاه شده مثلا، حتى لو هتاخد انذار مش مهم، بس ايه نوقف القصة. امتى اسمع عملت فاول، عملت غلط، خطأ، عملت حاجة غلط كده وقلت ايه الفاول اللي انا عملته ده كانش ليه اي لازمة؟ حصل لما قررت الانفصال عن ابو ولادي لما اتطلقنا قبل كده، ما كنتش عايزه يعني، او ده حصل نتيجه خطا منه وخطا مني، بس يمكن انا كنت اصغر من كده بكتير. الولاد كانوا بيبيهات قوي قوي، فكنت انا متوتره بيهم، كان عندي توتر، دخل ناس كتيره قوي دخلاء في الحياه، بداوا يعملوا النص مشاكل. بقول ان انا لو كنا رجعنا لبعض من بعديها على طول، كان في حاجات كتير قوي غلط ما كانتش حصلت. اوكي فدي ده بجد ده من قلبي قوي. يعني، ده الفول اللي فعلا. ليه؟ لان احنا قبل ما نكون اتنين متجوزين احنا صحاب، وبينا كل حاجة حلوة، بعشرة طيبة، وبينا ولاد، وبينا كلام حلو، حياتنا حلوة، الحمد لله يا رب، متفاهمين لأبعد الحدود، اصحاب يعني. الحياة مش اللي هو الحياة الناس انا فاهمك. الستاندر قوي، لا لا، لو احنا انتوا صحاب مش صحاب متجوزين، لو متجوزين ونتكلم، وخلاص يعني. وحتى واحنا منفصلين ما فيش يوم عدى ما اتكلمناش بعض فيه.
مفيش يوم. كويس على فكرة ان اللي يبقى كان فيه عارف عني كل خطواتي وكان بيشجعني في كل خطواتي وكان بيبقى سبورت لي في حاجات كتير جدا. ممكن لو غلطت في حاجة يقول لي بلاش، بفكر معاه في كل حاجة. فما كانش ليه لازمة اللي حصل لولا شوية غلط منه مع ظروف ناس دخلت في الموضوع، مع غلط مني فالموضوع كبر، فقررنا نحافظ على علاقة الصداقة دي بس ما نكونش متجوزين. احنا يبقى خلينا اصحاب بس اوكي. بلاش نكون اتنين متجوزين عشان الموضوع ما يكبرش. لكن اتعلمنا منها كتير قوي. يعني ده فاول اكتر حاجة ضايقتك يعني. ضيعت وقت كتير في حياتي. كان ولادي اولى يعيشوا حياة أسرية افضل من مثلا ال3 سنين اللي كان فيهم الفراق دول. بتاعته 3 سنين بعيد بس عنهم. ما كانش فراق بمعنى الفراق، يعني هو كان بيجي الوقت على طول في البيت يشوف الولاد عادي، كان بنخرج مع بعض والولاد عادي بنتكلم على طول. الولاد ما كانوش حاسين قوي، بس طبعا دلوقتي هو معاهم في البيت فبتفرق، طبعا اكيد. بتفرق اكتر ايوه بس كويس الواحد بقى بيفاول يعرف يصلحه. دي طبعا، مش كل الناس تعرف تعمل القصه دي. لان اللي العلاقة اعرف ما ينفعش ان احنا نجرح في بعض. احنا بينا عشرة وكنا تحت سقف بيت واحد وفي ولاد وفي حاجة حلوة قوي كانت ما بيننا، اللي هو حب ومودة كل حاجة. ومهما كان مهما كان بتتعلم مين بيحبك من قلبه بجد ومين ما كانش بيحبك زي ما انت كنت متخيل. فبتعرف قيمة الشخص اللي بيحبك بجد، تمسك فيه اكيد. تجري عليه تقول لا هو انت ده. وبيبين في النص بقى الناس اللي كانت في الفترة دي بقى عاملة ازاي. كل واحد كل بيبان واحد بقى، بيبان على حقيقته، كل واحد مفيش بيبان حاجة هو ما جواه بتبانش، ايه بالظبط. طبعا كل حاجة بتبان. لكن في حد عايزك أفضل منه، وحد يعني سبورت ليك في كل حاجة، مش ماديا. الموضوع مش لا مادي، طبعا، لا معنوي الموضوع طبعا معنوي طبعا بحت. طبعا، معنوي نفسي طبعا. نفسي. حد بيطبطب بتفرق كده، بتفرق قوي. حد عايزك ناجح قوي طول الوقت، فرحان بنجاحك، كملي الله حلو قوي برافو، كان شكلك هنا حلو برافو، مش بيوقعك، لا هو بيجيبك لقدام. طب وفي الشغل ما حصلش اي فاول كده عملتيه مع حد في الشغل؟ كان غلط، خدتي خطوة غلط، عملتي حاجة ما حسيتيش ان هي كنت المفروض ما تعمليهاش لا مثلا؟ الغلطات الطبيعية اللي هو طب ممكن طبعا جوه نتخانق الشغل مع يعني. بعض كلنا، لكن اللي هو بعد ربع ساعة الموضوع ده ما حصلش الحاجات الفظيعة يعني، لأن كل واحد ملتزم بحتته قوي فما لكن حدش مفيش بيجي على خطأ حد. تفتكريه في الشغل يعني؟ لا لا والله ما حصلش فعلا، دي حقيقة. طيب نخش على رقم تاني. 14 14 عندها أرقامك هتخلص امتى يا لالا؟ عندها 123 لغاية دلوقتي. خلي بالك ما خدتش ولا رقم فردي. طب أقولك حاجة، قولي. انا هختار ال14 اللي بعده انت اختاره لي. شفت؟ ماشي اتفقنا. ال14 خلينا نتكلم عن التحدي. التحدي عندك عامل ازاي؟ هل أسمى عايش على طول في تشالنج كده؟ لان الشغل في الاعلام وفي عندنا في الكوره احنا في تشالنج رهيب على طول. في التمرين في تشالنج، وفي الماتشات في تشالنج، ومن سنه موسم لموسم في تشالنج، وارقام فيها تشالنج. غير بقى تشالنج بره بقى زي ما بتقولي كده، الواحد بيبقى الناس عايزه تكسر، والناس اللي عايزه توقع، ولا عايز الناس اللي عايزه توقف. انت تشالنج بالنسبه لك ايه كده في الحياه؟ وانت في الدوامه بتاعت التشالنج دي بتتعاملي ازاي بقى مع مع التحدي او مع المنافسه اللي حواليك بتدور؟ انا في اكبر تحدي وفي اكبر منافسة بس مع نفسي مش مع حد. تقريبا انا حاطة نفسي جوه غلاف ومش شايفة اي حد، بشوف نفسي خالص. بنافس نفسي، مش هبص لحد. اصلا انا لو بصيت لك هبقى عايزة اقلدك، ولو انا قلدتك يبقى انا انسانة فاشلة. لان لو انت ناجح انا ممكن ابقى انجح منك بس بطريقتي بدماغي انا. مش انت لبست ابيض فانا هلبس ابيض هبقى فظيعة، مش انت عملت كذا فانا هعمل زيك هبقى فظيعة. بس ساعات في المنافسة مهم جدا انا اشوف المنافس اللي قدامي، اشوف قوته ايه. داخل الملعب، داخل الملعب لازم اشوف ايه اللي بيحصل ده علشان عندك اعمل في الكورة، ايه. ده عندك انت في طب الكورة. وانت لما تيجي في الاعلام تيجي تعمل برنامج ما تبصيش البرامج اللي بتحصل ايه عشان تشوفي ايه المميز اللي المفروض اعمله، او ايه الحاجة اللي مش عاجباكي في برنامج معين. كانت تقولي مش عارف مثلا تشوفي برنامج تقولي برنامج فجولة فكرته حلوة قوي بس ممكن يتعمل بطريقة تانية، فتاخديها انت لا تطوري الفكرة او الحاجة اللي ما بيعملهاش حد تعمليها. لا لا لا، لاني لو عملت كده كنت هقلد بقى في كل حاجة. لا مش تقليد، بالعكس انا بقولك لا حاجة مش حتى ما لا اتعملتش. ليه، هو يعني احنا خلاص دماغنا فضيت من كل الافكار ولا من كل حاجة،
فهشوف حد ابقى عايزه اعمل، بس انا ممكن اعمل ده بس بشكل تاني. لا، اللي بيعمل كده بيقع، مش موجود، مش بيكون موجودين. بس خلي ليك طعم مختلف وشكل طب مختلف. انا ممكن اعمل فكرة برنامج ويكون حد تاني عملها. خلصت الافكار؟ بتحصل على فكرة لا، صح؟ ما بتحصلش. مين بتحصلش قال؟ خالص يعني. بتحصل مع الفاشلين. الناجح عمره ما بيقلد حد، الناجح عمره ما بيبص على اللي في ايد حد ويقول انا ممكن اعمل زي ما هي عامله بس احط شويه افكار من عندي. لا، انت تعمل فكره بدماغك انت. حبر السري ده لما اتعمل، قعدنا كلنا على طاوله ترابيزه، جمعنا، قعدنا وقت كبير قوي. احنا الاول جات لنا اسم برنامج على فكره، قبل ما نجيب اي فكره كان هو اسم البرنامج. على كلمه حبر سري دي بنينا بنينا البرنامج. كل حاجه، وقعدنا نفكر ونعمل لا، حتى الديكور لما اتعمل بشكل مختلف جدا. ايهاب فكر فيه بطريقه مختلفه مش موجوده، احنا ما شفناش اه طبعا الديكور ده خالص ايهاب عامل غير شغل، لما احنا عملناه ايهاب عامل شغل جامد على بالظبط. فكرة. عملنا حاجات كتير قوي بدماغنا احنا، تفكيرنا احنا. انا مالي حتى ما كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله، كل واحد يعمل اللي في دماغه واللي بطريقته. اوعى حد يفكر يقلد حد يبقى انت هتاخد نجاحه او هتبقى زيه، مستحيل مستحيل. طب اروح لحاجة تانية كده. ايه مين اللي استضفتيه قلت يا ريتني ما استضفته؟ لا، مش هينفع اقول لك اسامي اشخاص، طب قولي لي يعني مش ليه؟ طب هينفع. ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ لان انت دلوقتي انا معاك في برنامج، لو انا مش عايزه اجاوب ولا سؤال، وكل ما تسالي لي تسالني سؤال اجي اقول لك لا السؤال ده مش هينفع، لا ما عنديش اجابه، لا مش هعرف، انت هتكون مبسوط؟ لا طبعا. ابسط حاجه هتقولي ليه؟ طب انت جيتي ليه؟ وافقتي ليه؟ صح ولا لا؟ اه ما طبعا. انت اكيد مش جايبني البرنامج تقولي الله لون البلوزه دي حلوه قوي، فاللي هو يعني ملهاش لازمه، ملهاش لازمة، عشان الناس مش يعني هتتضايق منك انت مش من المذيع، لان المذيع البرنامج ناجح بيحب كل النجوم. أو بس كانوا عليك انت ما حسيتيش؟ قلت يا حصلت لك كم مرة؟ طيب والله هي مرة. مرة واحدة بس؟ طب ما تقولي لنا بقى، المفروض لا انت لا 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 معقولة؟ لا، مش هقول، مش هقول، لا عشان خاطر هو، طب كان ممثل وممثلة مطرب لا لا هو شخص. شخص؟ مش هقولك برضه وظيفته مش عايز ايه. تقولي لي خالص يعني. قلمي على قلمية ما يتلفش. لا اقول لك على حاجة، انا بالنسبة لي مش فارقة، بالنسبة كيف لي انا لما ابدا اديك رقم تختارهولي اهو. مش فارق بالنسبة لي الاسم. بس اقول لك، مش خلينا نتكلم عن الاوفسايد. امتى اسمى حست ان هي اتحطت في موقف او راحت لمنطقة مش بتاعتي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي وقفني في الموقف؟ انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ ايه اللي حسيت انك في مكان مش مكانك، حياة مش حياتك؟ امتى حصل لك ده؟ انا عايز الاوفسايد اللي هو تسلل يعني. حصلت لي احكي لي حصلت كده. لي مع شخصية، بنت يعني، كانت زي اخت ليا قوي قوي، تقريبا عايشين يعني، كانت عايشة عندي في البيت تقريبا. بس مع الوقت، ايه ده انا ازاي هنا؟ انتي بتعملي ايه جوه حياتي؟ انا ايه اللي جابني للمنطقة دي؟ يعني حد بس عايز نفسه، عايز يأذيني، عايز يكره أي حد في طب أسمى، انت ليه قربتيها قوي لغايه المنطقه دي؟ عشان كنت مخدوعة ولدرجة إن أنا كنت ممكن أقسم أي حاجة مع الشخصية دي، مش فارق معايا، بس كنت يعني انت مخدوعة لما أوي. حد يبقى قريب منك قوي كده بتبقي يعني أنا بتفتحي ما له عنديش حياتك أخوات وقلبك بنات، كده قوي يعني؟ عارف، أنا ما عنديش أخوات بنات، أنا اه بنت اوكي. وحيدة، فا إحساس إن يكون عندك أخت ده كنت انا مفتقده جدا، فلما اه انا لقيته فرحت. مش حد غريب عني يعني، مش حد، مش صاحبه يعني، حد تعتبر مني بس من بعيد. لكن مع الوقت اكتشفت ياه ايه الوحشه دي للدرجه دي، ده الحمد لله ان انا ما حصليش حاجه اكبر من كده. وصل بيا احساس ان انا بس كنت على ممكن فكرة الموضوع ده يعني احنا في كلامنا مع بعض الموضوع ده اتكرر عندي كتير جدا. واضح ان انت بتقربي ناس كتيرة قوي طيبة وزيادة، او بتحب الحياة بزيادة، بتحب اصحابك قوي بزيادة، انك بتفتحي الدنيا قوي انا ما كده عنديش صحاب وتقربيهم لحد كده. على فكره، انا دلوقتي ما عنديش صحاب، ما عنديش غير حد يعني، ناس مقربه ليا قوي، لكن صحاب اللي هي بيست فريند وصاحبتي والانتيم والحاجات دي ما عنديش نهائي ما عندكيش انتيم خالص ولا خالص. حد ولا ايه؟ خالص. انتمتي مامتي، ومؤخرا بدات احاول ان انا اتكلم مع بنتي،
يعني هي ده هتكمل 8 سنين، فبدأت ان انا احاول ان انا ايه، يا اني حرام بحس ان انا بكبرها قبل عمرها، بس اللي هو طبعا. بحاول. لكن صحاب لا، انا ما عنديش، لا عندي وقت لصحاب ولا انا عندي صحاب، خلاص ما بقاش عندي ثقة. مش ما بقاش عندي ثقة في كل البني ادمين، بس ما بقاش عندي ثقة ان انا وقتي خسارة، وقتي ايوه. الوقت. طب انت لما حصل لك قبل كده كذا مره قلت لي حد قرب كان عايز يأذيني وكان قريب وكده، هل عارف دلوقتي يعتبر ايه ممكن؟ المشكلة فيا؟ المشكلة ان لما بتقرب منك حد، ربنا خلقنا كلنا طبقات، لما بتقرب منك حد انت بتتعامل بطبيعتك، هو بيخش بيتك، بيخش حياتك، بيخش دولابك، طبيعي. بيبقى شايف كل حاجة ربنا اداها لك. مش بيقول ان ربنا اداها ده من عند ربنا، لا، اشمعنى اشمعنى اشمعنى؟ انا قربت حد مش كويس. حتى لو كان، يعني مامتي قالت لي كلمة، قالت لي حتى لو حد ده كويس بس النفس ضعيفة والإنسان ضعيف. فمثلا هي بنت نفسها في شنطة، حتى يعني هكلمك في أبسط الأمور وأتفهها، نفسها في شنطة زي اللي أسمى بتلبسها، ده هيتحول مع الوقت لكره الأسماء، حتى لو أنا بحبها. طب ليه هي عندها كل مش مع الحاجات كل دي؟ الناس، عشان ما ده نعممش يعني، في تجربتي، ناس بتبقى، لا دي تجربتي لكن أنا، تجربتك. تجربتي طب أنا. هل بقى انت الفترة اللي هل بدأ، هل ده كان قبل الشغل على فكرة، قبل، طب الفترة دي كان دلوقتي قبل هل الشغل. انت ممكن تقربي حد بقى للقرب مستحيل ده؟ خلاص مستحيل الموضوع انتهى. مستحيل، ده عندي انا دلوقتي بقى عندي خط احمر، اقدر امتى ادخلك جوه حياتي وامتى اخرجك منها والوقت اللي انا عايزاه. يعني اتقرصتي من فيك كفاية بقى، انا حطيتي خلاص خط ستوب احمر بقى كده كفاية ستوب. بقى، انت صح؟ ممكن تبقى قريب مني جدا بس ليك لمت، بعد لغاية كده لو الحتة دي. انت اتعديته لوحدك هتلاقي نفسك بتخرج تدريجيا من حياتي من غير ما تحس، لان انت داخل كده في مرحلة خطر. فستوب، مش هينفع، بس كده صعب قوي. مش صعب. هو لما تبقى عامل لنفسك رولز وعامل لنفسك خط أحمر، ده صعب ولا سهل؟ أنا صعب حياتي لما مش اكون، مباحة للجميع. صعب لما اكون حاطط انا على طول، حاسس ان انا زي ما بيقولوا ايه، اللي هو على اوصل لدرجة الشك، لا مش اللي هو شك بقى على خلاص فكرة، بقى لا مش هقرب حد، بالعكس. عشان ايه انا لا 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 مش شك، قبل كده حصل واحد تعال واتنين نتفق، فخلاص بقى تعال لا. نتفق على اتفاق. انت تمانية، انا هتلاقيني بكلمك عن موضوع الوقت واللي هو في الحياة عامة. دلوقتي انت كتامر، هقلبها شوية، خليني انا مذيعة. انت كتامر، لو انت دلوقتي سايب عندك اصحاب كتير وبتخرج معهم هنا وبتسافر معهم هنا وبتروح هنا وبتيجي هنا، هتلاقي نفسك مقصر في شغلك، مقصر في بيتك، انت مبسوط وراضي نفسك وبتخرج وبتروح معاهم في كل حتة، بس في حاجات تانية وقتك انت اولى بيها. احنا بنكبر يا تامر مش بنصغر. لا ده ما بيكبر بيبقى أولوياته حياتك وشك وأفكاره كلها خلاص، لا بتتغير انت برضه. حياتك، انت دلوقتي بتبني مستقبل. هل انا عندي الساعة اللي انا قعدتها معاك مثلا النهاردة، لو انا قعدتها مع صاحبتي في مكان وقعدنا نهري ونتكلم على خلق الله، لا ده موضوع تاني بقى، ما الخلق اللي كان ممكن صاحبتي تبقى محتاجة إن أنا عايز أتكلم معاها، لا بنتكلم أخويا معايا، عايز يفضفض. يعني اخويا مثلا من الناس القريبين مني جدا جدا جدا، هو صاحبي، صاحبي الانتيم، يعني تمام لما نيجي نتكلم طب مع كويس، بعض يعني في صاحب انتيم اهو. اخويا، بس طيب ده ما اخويا، انت ما قلتليش. لا ده اخويا طيب مش صاحب بره، يعني فاهم، ده ما صاحب ماشي، ما اخويا الانتيم. ممكن يبقى صاحبي زي مامتي او بابايا ايوه يبقى لا صاحبي. صاحبي الانتيم، نتكلم مع بعض في كل حاجه وما اتكلم معاه بدون احراج في اي موضوع، اتكلم اوكي. معاه في كل حاجه. لكن الصحاب بقت غير الاول، الناس ما بقتش زي زمان، فانا صحابي انت مع اللي مقولة فعلا حواليا الناس مبقتش زي زمان دي؟ بس مش ملاحظ ان الكلمة دي متكررة؟ انا بقول عشان لك ده على حاجة، الحقيقة. انا لما بتفرج على افلام نجيب الريحاني بسمع نفس الكلام اللي نقوله دلوقتي، اللي هو الناس بقت خلاص، والناس ما بتفكرش الا في الفلوس، وانا راجل بتاع علم يعني، شغال بتاع علم يعني. ف هل انت مع مقولة فعلا الدنيا بتتغير، ولا هو نفس الكلام بيتكرر في كل ممكن زمان يكون ومكان؟ بيتكرر عشان احنا ما عشناش في الزمن ده، بالظبط. بس الناس فعلا مش الطف حاجة زادت يعني. دلوقتي. بس كل واحد يخلي باله من نفسه، متقربش كل حد ليك طيب عشان تنجح، ده لو انت عايز تبقى حاجة. طيب خلينا نروح لرقم 21، هو الحب. اوكي، ايه عملتي لي كده؟ ايه بقى اللي ايه بقى دي اللي هي دي فهمتهاش انا دي. عشان انا بحب كل حاجة انت حواليا. حبيبه يعني لا خالص، والله. لا لا انا عقلانية شوية. طب احكي لي عن الحب في حياتك، يعني لما هو صغير كده الواحد بيحب حاجات، سواء بيحب حاجات معينة وبعد كده بتتغير،
بحب شخص معين وانت صغيره كده، الواحد وهو صغير كده كنت ابص مثلا اتفرج كده كمان ابن الجيران والحاجات ابن دي. الجيران او ممثل او ممثله او لعيب كوره، يعني كان بيبقى في حب من انواع مختلفه كتير قوي. مين اللي انت يعني حبيتيه في حياتك قوي، اللي هو الحب بالنسبه لك ما ينفعش حب قريب قوي ما ينفعش يبقى مش موجود، او حب وراح او حب ورجع، يعني احكي لي عن قصه الحب بالنسبه لك ايه في الحياه. وانا صغيرة وانا طفلة كنت لا حبيبة شوية، اللي هو مثلا ايه عارف انت اللي هو طلع الحاجات اللي هي لسنة الـ12 والحاجات دي، اللي هو البساط والحاجات دي، اللي هو زميلك في المدرسة والاجواء اللي هي اللي بالفطرة طفولة الحلوة قوي أول الإحساس واحد بيحسه ما جميل بيبقاش قوي. ما لسه مش حاطط فيه فتى احلامي بقى وانا صغيرة من فنانين كان الجميل محمود قبيل، والله العظيم كنت بحبه جدا. ياه انا بحب الراجل اللي فيه شعر ابيض، بحب الراجل اللي هو شكله وقور كده، محمود قبيل طبعا ما شاء الله راجل فكنت جميل، بعشقه راجل وانا راجل صغيره. جميل بحب يعني جد. الشخصيات ده، بحبش انا يعني ما كامل احترامي للجميع، بس اللي هو بقى البنطلونات المقطعه والاجواء دي مش سكتك دي الحاجات دي لا خالص. لا 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 خالص، ولا والله لو اتشقلب كده وانا مش شايفاك اصلا، لكن انا بحب شكل الراجل، الراجل راجل، فتحس ان هو الله ده شكله حلو. ايه مواصفاتك يعني اكتر حاجه بتحبيها في جوزك ايه؟ مواصفات يعني اللي هو لو الراجل. جوزي عشان انا عايشه معاه فعارفاه شخصيا قوي، لكن لو هنتكلم على الشكل انا بحب الشكل الرجولي. لو هنتكلم على المواصفات انا بحب الشخص الراجل اللي هو بيعرف يحتوي اللي معاه، الاحتواء، الاهتمام. طب بقول لك بقى قصه الاحتواء، عشان كل الستات والبنات تقول لك عايز حد ما يحتويني، هو الاحتواء مش حضن يا تامر. اشرحي لي. لا مش قصه مش بتكلم على الحضن يعني، انا فاهم يعني، لا انا بتكلم ايه قصه يحتويني دي، عشان ده انا بالنسبه لي احتويني دي كلمه طلعت ترند مثلا من 5 سنين، دايما كل ما اسمع لك تحب الراجل عامل ازاي يحتويني، طب يحتويك يعني اللي هو ايه بقى يحتويني، اشرحي لي يمكن انا. بص يا سيدي، الاحتواء دي يعني قادرة اتكلم معاه في كل حاجة حتى لو انا غلطانة فيها، اوكي انا غلطت في حاجة مش هبقى قلقانة. ما تخافيش تتكلمي معاه لا فيها انا يعني. بتكلم طيب بقى انا لا انا قصدي انه لما تغلطي وتتكلمي في حاجه غلط يقدر يحتوي يعرف الموضوع، يفهم يتفهم يعني. اتفهم الموضوع، فاهم اوكي ده. فمثلا انا غلطت في الموضوع الفلاني ده، انا عملت حاجة غلط مش عارفة بقى اعمل ايه، تتكلمي براحتك، حاسه ان انت عايزه تعملي حاجه اعمليها وانا معاكي. اللبس ده ممكن يكون مثلا اوفر سنه بس انا نفسي البسه قوي، البسي في المنطقه دي وانا معاكي، فانا اوكي قادره احتوي الناس. اصل انا نفسي في اروح في حته بس الحته دي مش الطف حاجه، انا هاجي معاكي وتجربي. مثلا انا دلوقتي عندي مشكله مثلا كبيره مع اهلي، او مشكله في شغلي، او مشكله اوكي في مع سين من الناس، ايه هي مشكلتك؟ كذا 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 كذا، طب ما تيجي نفكر مع بعض واحلها لك. ده الاحتواء. ده الاحتواء. اصل الاحتواء مش اوكي الوردة ودبدوب وقلوب والجو ده، ده جو واحنا عندنا 16 و17. اوكي لا احتواء دلوقتي حاجة تانية. انت الورده دلوقتي والكلام ده لا انا بحب الورد من جدا. لغه السوق ما ياكلش معانا. لا ده دي مفاجآت حلوة، انا فاهمك لكن ما طبعا. تجيش مثلا تقولي طب ما انا بجيب لك هقول حاجة طب انا اتكلم مع مين بقى، مع نفسي ولا ايه؟ لا ده ما كانش ينفع، ما ينفعش اعيش مع شخصية زي كده، ما ينفعش اعيش مع حد بعمل حاجة غلط خايفة اجي اقوله ان انا غلطت. لا مش هعرف اعيش معاك كده، الموضوع منهي، هتعملي حوار وليلة وتتشال وتتحط، لا مش هعرف اتعامل بالطريقة دي. طيب خلينا نروح لرقم كده نتكلم على الباس. باس في الكورة أهم حاجة، اللي هو لعيب نص الملعب زي ما بيقولوا كده، اللي هو بيدي باس للمهاجم أو بيدي باس لحد عشان يخش يحط جون، ده بيبقى أهم من اللي بيعمل اسيست. كلميني عن الباس، مين ادى باس قوي جدا لأسمى يعني لا روح حط جون بقى؟ جوزي كان ساعتها كنا منفصلين. وانتم منفصلين كده ده باس مهم جدا، انا نفسي اسمعه بس لم مش كتير قوي بيعملوا الكلام لا ده ده لما حصل، ينفصلوا. حصل لما انا كنت عايزه اعمل الشغل يعني واشتغل، فقال لي اشتغلي وانا معاكي وفي ظهرك، كنت مرعوبه، قال لي وانتم يلا، منفصلين. كنا منفصلين واشتغلت ونجحت، وكل ما كنت انجح كنت اول واحد بجري اقول له انا عملت كذا 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 وعملت كذا كذا النهارده بصراحه. يعني هو اداك الباص قوي جدا. ده برضو من ضمن الاحتواء، اللي هو من لا ما الكلام ينفعش تشتغلي انا لا اشتغلي وانا معاكي، بس ده انا بحييه بصراحة، لان مش اي حد بيعمل مش حاجة ما زي كده، دي حقيقة، حد بيعمل كده قليل قوي دي ان حقيقة. اللي حد واثق من نفسه هيعمل ده، اللي حد يبقى بيحب لا اللي حد واثق كده. من نفسه جدا هيعمل ده، اللي بيحب من قلبه
هيعمل ده. اللي بيعامل مراته ان هي بنته الطفلة المدللة بتاعته هيعمل ده، دي طب امتى بتفرق. اسمى اديت باص لحد؟ انا بعمل ده بس انا مش عايزة اقول، مش عايزة اوكي. اقول ليه، لان ممكن الناس تتضايق، بس ده بيحصل ولحد امبارح بيحصل. بالعكس النجاح حلو قوي يا تامر، لما انت تبقى ناجح وسليم نفسيا عايز كل الناس اللي حواليك تنجح. النجاح حلو، حاجة حلوة. اكيد، بس في ناس بتبقى انانية شوية في الحتة دي لا خليك يعني. اناني، بص خليك اناني في الحاجة بتاعتك، في حاجتك انت الشخصية اللي بتاعتك، الشخص بتاعك، حاجة بتاعتك، لكن في حاجة ربنا عاملها لينا اصل كلنا الباص اللي هو دي حاجة حلوة اللي قوي. اخر يعني، اللي بيساعد حد يعني. هل والله انت من العظيم النوع انا اللي لما بتحبي اشوف، تساعدي حد؟ جدا لما بشوف حد اقسم بالله وحياته ولادي، دي لما بشوف حد بينجح في حاجة وحتى لو حاجة دي ومثلا فرحان بيها، انا بحس ان انا قلبي طاير، لان انا كنت زيه في يوم من الايام، كنت نفسي انجح ونجحت. الله الاحساس ده حلو قوي، اصل في ناس بكون بتحبش مبسوطة. تساعد حد على فكرة لا يعني. ده في مرض ناس نفسي، بتبقى في ناس ما عندها مشكلة لا ده حتى ان مرض فعلا نفسي، اللي يعني. بيعمل كده ما عندوش ثقة في نفسه، ده مرض نفسي ملناش فيه. نروح لرقم 23 اللي هو الوقت. الوقت تعرف الوقت ده هو عمرنا عبارة عن وقت يعني. العملة بتاعتنا، عنصر مهم جدا. في الحياة البني آدم الوقت مرة الوقت. الوقت بيمثل لك ايه كل حاجة، يعني؟ أهم حاجة، كل حاجة وأهم حاجة. هل الوقت، هقول لك بلغة تانية، هل اسمى تحس الوقت سرقها ولا هي اللي سرقت الوقت؟ يعني في ناس بتتغلب على الوقت يعني. في واحد أنا يقول اللي لك سرقت الوقت، انت ازاي عملت كل ده، أنا سرقت وفي واحد الوقت، يقول لك انا الجو جري، مع الوقت جري بيا ما لحقتش اعمل حاجه خالص. أنا انت سرقت انهي الوقت، فيهم؟ سرقته، سرقت الوقت، انت النوع اللي سرقت سرقت الوقت. الوقت وقدرت الحمد لله اني اسرق الوقت، قدرت اعمل كل اللي نفسي فيه الحمد لله يا رب. ولسه طبعا لسه طموحي لسه بدري، طبعا انا في اول سلم، بس قدرت اعمل ده في وقت قصير جدا. مش عشان من كده النوع بقول اللي لك وقتي بيندم بقى لنفسي. الوقت جري وخلاص. لا و لا انا سرقت الوقت، عرفت اعمل حاجة كان نفسي فيها فاكر قوي. قليل قوي اللي بيقولوا انا سرقت الوقت يعني. انا لا الناس اللي استضفتهم كتير يمكن يعني مفيش الا اتنين او حاجه اللي قالوا لي ان احنا، لا احنا سرقنا الوقت يعني. كتير انا ومين، كله دايما بيقول انا ومين ده ايه؟ يعني. تامر امين قال لي لا، انا سرقت الوقت في عشان الموضوع هو اعلامي ناجح، عشان هو يعني. واثق من نفسه ان هو ناجح، يعني دي حقيقة. انا بحبه قوي وبحييه من عندك. خالد يوسف برضه، خالد يوسف قال لي لا انا سرقت الوقت. انا ما بضيع اللي هم ما بيضيعوش وقتهم من ما الاخر، ضيعش ما وقتك، بيضيعش وقته ده اللي كنت بقولك عليه من شوية، وهايبر كده عنده. ده اللي كنت بكلمك عليه من شوية. ما تضيعش وقتك على الفاضي، محدش يضيع وقته على الفاضي، محدش يضيع وقته في تفاهات. اي حاجه تافهه وصغيره كبر دماغك منها، في اكبر من كده. يعني مثلا لما يكون في مشاكل كبيره وحد بيجي يحكيها لي، ما تصدرليش طاقه سلبيه على تفاهات، في حاجات اكبر من كده اشغل دماغي بيها. ايه ده اشغل دماغي بايه؟ إيه مثلا يقول لي اصل ده حصل وحصل، لهم يا جماعه انا عيني مش شايفه الموضوع ده، فطالما مش شايفه عيني مش جايبه اللقطه دي، مش هشغل دماغي بيها اصلا. طب خلينا نروح للإيجو عشان تتكلموا كده ساعات في حتة كده. الإيجو بيطلع لازم كل إمتى؟ انسان عنده الايجو بتاعه، بس بيطلع في حاجات وحاجات. لا طب أنت الإيجو عندك عالي ولا عادي لا يعني؟ انا عادي جدا. أنا حاسه عادي بصراحة يعني، حتى لما اتكلمنا عشان حتى لا البرنامج لا يعني لقيت الموضوع قد. عادي خالص. بس إمتى بقى اضطريتي لأ أنا اسمي إبراهيم بقى أقف عندك بقى؟ لما بلاقي امتى حق لازم تطلعي الايجو بتاعك بقى كده؟ لما بلاقي حد جاي بيستهبل زيادة عن اللزوم، يعني عايز بقى مثلا بيقرب زيادة عن اللزوم، أو عايز يقلل مثلا مني عشان هو يبان، أو محدش هيجي يقلل منك بيحاول يقلل منك يعني. عشان هو اللي يبان، ما أجي أقلل منك عشان أبان، ده لأ لأ معلش. عندك أنت رايح فين؟ ستوب. هتيجي فين؟ يعني لو جيت قلت لك منطقة اسمع محظورة. ان انت يعني برنامج عادي وما عملتيش حاجه، انت مين اساسا؟ هتعمل ايه؟ طب انت عملت ايه في حياتك عشان تيجي تقول لي الكلمتين دول؟ ايوه انا عايز لما تعمل حاجه بتعالى هشوف انت قول الاداء لي. ده كده. لا 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 بتتقال لي ساعات، مثلا مش على الشغل، على اي حاجه تانية. على اي حاجه طبعا. فكر الايجو ده في الحياه على اي حاجه. طبعا. فانا بكون قاريه، انا درست علم نفس، فبكون قاريه في عين اللي قدامي. انت جاي تقول لي ده درس عشان، علم نفس، درس اعلام، درس علم نفس لا كمان. انا درست اعلام، بس انا درست خدت كورسات علم نفس اوكي كتير، ليه بقى؟ كنت عايزه افهم نفسيات البشر اكتر، خدته عند لايف كوتش،
اوكي وكنت عايزه افهم اكتر يعني. ما رحتش لايف كوتش اللي انا اتعالج، لا انا رحت لايف كوتش ودرست معاه علم نفس وفلسفه ومنطق، وكنت بحب الحاجات دي. ما بطلعش اتكلم اقول انا عملت كذا او خليت كذا، بس بحب انا اركز في الاماكن دي قوي عشان افهم الناس ونفسيتها. من كتر ما انت بتشوف ناس كتير في حياتك انت مش عارف انت ايه شخص، انت بتحبني ولا بتكرهني، ولا انت داخل ايه في حياتي بالظبط. فاضطريت ان انا ادرس الموضوع ده. طب ما تقولي لي امتى كده اضطريتي ان انت تطلعي الايجو بقى كده مع حد؟ حصلت مع حد كنت فين يا ربي، في مصر، في حتة في مصر مش فاكرة والله، ما فاكرة فين، بس حد يعني هو يعني خليني اقول ان هو من جوه المجال، هقول لك بس مش هقول اسامي، مش مش شرط جوه المجال الاعلامي او جوه المجال عامة. اوكي احنا بنحبك وبتاع وبتاع، بس انتي لسه ما عملتيش حاجة في حياتك طبعا. اللي بتتكلم دي خالص بقى زيرو اصلا، والله زيرو بجد. فاللي هو اللي هو اضطرتني ان ابص كده، طلعت طيب تمام، مش هستنى، هضطر ان انا استنى حضرتك لما تعملي انت حاجه بقى اعمل انا بعد كده حاجه. بس طب خلينا نروح للرقم 16 معاه البين، الألم. ايه اللي بيألم أسماء إبراهيم أوي؟ ألم عمرها ما هتنساه، وكل ما تفكر فيه كده ترجع له كده تحس عارف عندنا الألم في الكورة ده متعب جدا يعني. كان نفسي يكون بابايا موجود قوي. ما تتكاش ما يعيطش، بلاش مش الحته. هتك بالعكس، بس يعني باباك كان كنت انا ما صحاب عشتش مع برضو. بابا غير 5 سنين في حياتي، اه فاكره تشوش بس من حكاوي مامتي واخويا عليه. انا كان نفسي يكون موجود قوي، كان نفسي يفرح بيا، كان نفسي يكون جنبي في كل حاجه، كان نفسي يشوفني وانا زوجه وام وانا اعلاميه ناجحه، وكان نفسي يفرح بنجاحي قوي قوي. كان نفسي يشوفك، يشوف أحفادك، أحفاده نفسي طبعا قوي أكيد. لان احنا لسه يعني مفيش احفاد في العيله غير ولادي، آه. فربنا يا رب ان شاء الله يكرم اخويا هو كمان، بس لسه مفيش غير ادم ومليكه. بس فكان نفسي قوي يشوفهم يفرح بيهم، بكلمهم عنه على طول، مع اني انا ما عشتش معاه كتير، بس بكلمهم عنه ان هو كان لو جده كان مختار لهم موجود. صور بقى و... اه طبعا اه طبعا، بس كان نفسي يكون موجود طب الاب. لو كان موجود كنت كان أول حاجة تروح تترمي في حضنه تقولي له إيه؟ كنت هقول ان انا كنت محتاجه لك قوي في حاجات كتير قوي، مواقف كتير قوي. انا ممكن ما اتكلمش يعني، انا كتومه شويه في البيت، احكي لو انا خلاص، معنى ان انا رحت حكيت تعرف ان انا خلاص البالونه اتملت مش قادره بموت. لكن انا شخصيا بتلاقيني قاعده في الاوضه مع نفسي خالص، بفكر في اللي انا فيه وهعمل ايه. انا مش بندب، انا بدور على حل على طول. طب امتى مواقف؟ بس كل بني ادم عنده لحظة انهيار كده، لحظة مع نفسه، ممكن دي يظهر ممكن ما تظهرش. ايه الموقف اللي كنت فعلا محتاجة باباك فيه؟ يعني حسيتي موقف كده، اكيد هيبقى موقف شخصي يعني متأكد، امتى الموقف حصل ده وقلت ساعتها لو كان بابا موجود اكيد كان الموضوع اختلف، كنت تروحت كده يعني، رحت كده بيقولوا كده اترميت في حضنه وحكيت له او قلت له، كان هو اللي اتصدر، كان هو اللي اتصرف كتير قوي. كتير قوي. طب موقف واحد بقى. موقف واحد لما بتتظلم، انا مش انا هحكي لك موقف لما حد بيظلمك، مش شرط حد مش قريب منك اصلا، بس بيقول كلام لشخص قريب منك عشان الشخص ده يكرهك او الشخص ده يسيبك، فببقى ساعتها عايزه اجري على بابا اقول له لا اتصدر انت للناس دي. طب انا عايز اعرف موقف بعينه لا صعب صح؟ صعب، عشان لو قلت هم هيعرفوا نفسهم لانهم متابعيني في كل حاجة. اوكي طب خلينا نتكلم في النقطة انت حكيتي لي عليها، طلاقك. موجود انت قلت صحابه كده، لو كان باباكي موجود كنت هتجري عليه تقولي له، كنت هشتكي مثلا، تشرحي له الموضوع عامل اشرح ايه؟ اشتكي، بس انا يعني اتربينا ان احنا كل واحد مسؤول عن قراره. يعني انا مثلا اهلي اتفاجئوا ان انا اتطلقت، اتفاجئوا ياه اتفاجئوا اللي انا راجع لجوزي، يا جماعه احنا بكره هنرجع لبعض كده، ما احنا مش اطفال.
كل واحد مسؤول عن، يعني انت مسؤول عن قرارك خلاص، انت مش بيبي، فاهم؟ بس انت بتاخدي قراراتك من دماغك صح؟ لازم، لازم. ما ينفعش حد يأثر عليك في قرارك، انت مش طفل هل صغير. حتى بتستشيري؟ تستشير في حاجات معينة، لكن قرار ان انت هترجع لشخص او هتعيش مع شخص، انت اللي هتعيش مع البني ادم ده، انت ادرى واحد هتكون مبسوط في الحتة دي ولا لا. ولا لا؟ محدش هيحس بيك غير نفسك، مش اي حد. استشير في كل حاجة الا جواز، طلاق، شغلانة معينة، لا ده انت بقى، دي بتاعتك انت. يعني صعب حتى في الحاجات الكبيرة دي شخصية طبعا، ما شخصية. تستشيريش حد فيها. لا، لو ممكن اسمع اراء بس في الاخر هنفذ اللي انا مقتنع بيه، دي حياتي انا، دي بتاعتي انا، ده اسمى. فما ينفعش تقول لي مثلا اسمى تعيش ازاي، انا مش مبسوطة في الحتة اللي انت اخترتها لي دي، طب انا هتعيش انت مكاني فيها؟ لا لا. طبعا. طب اسمع، انت بتحبي ايه في الحياة عامة؟ شوبينج، حب السفر، حب الشوبينج. انا النقيض تماما عن اللي بتشوفه في البرنامج، انا الحياة التانية خالص، منطلقة وبسافر وبروح وباجي يعني تقريبا مش بقعد في بيتنا، يعني لاني ست بيتوتية، بس طالما مسافرة انا منطلقة بقى، يعني السفر عندك بالنسبة لك، السفر نمبر والشوبينج وان، ده نمبر وان. نمبر وان. طب وان جنرال بقى في الحياة، يعني اسمها تقعد مع نفسها كده خلاص، معايا انا سافرت ورحت وجيت ورجعت وقاعد في بيتي كده، اسمها بتفكري في ايه وانت قاعدة في البيت؟ بتعملي ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي انت بتعمليها مع نفسك بعيد عن كل ماديات الحياة اللي بتبقى الواحد عنده كل حاجة وخلاص، بس في حتة معينة بيرجع البيت كده عنده كورنر كده أقعد فيه كده، هنا بيطلع شخصية البني آدم الحقيقية قوي بقى ومع نفسه كده بعد ما عمل كل حاجة. خلاص أنا خرجت وركبت عربية كويسة ورحت مكان حلو قوي، لبست لبس حلو قوي، قابلت ناس مهمة قوي وعملت شغل حلو قوي ورجعت، كرمت كل ده خلاص ورجعت البيت. مين أسمى بقى في الحتة دي؟ بتعمل إيه؟ تفكر إزاي؟ تفكر في إيه؟ ست بيت قوي، اهتماماتك ست بيت قوي، ست تخيل، بيت، قوي. يعني طبخ بقى وبتاع بعمل كل وترتيب حاجة، وكده. بعمل كل حاجة. بس كله فاكر بقى ان اسماء بقى هي بتعمل كل، ما بتعملش حاجه خالص. اسماء قاعده كده أنا ما بعملش حاجة في ما البيت، بتعملش حاجه خالص. بص أنا بعمل كل اوكي. حاجة في البيت وفي نفس الوقت ما بعملش أي حاجة. لا اشرحيها لي بقى دي. يعني أكيد عندنا ناس، عندي ناس بتساعدني في البيت، اوكي ماشي، عندي الحمد لله ناس بتساعدني وبتعمل أكل، عندي كل الحاجات دي، اوكي بس أنا ست بيت أوي. إزاي؟ طب ازاي بقى؟ يعني أنا مش بقوم من النوم مش عارفة حاجة عن حياتي أو عن بيتي، لأ خالص. أنا ببقى عارفة النهاردة هنعمل أكل إيه، هنجيب إيه، وانزل اشتري الحاجات بنفسي، لا بس ست البيت دايما اللي بنقول بقى ان هي واروح السوبر بتطلع ماركت، تطبخ وتروح تجيب حاجات من بعمل السوبر كده. وكنت ماركت هي بنفسها و... بعمل كده لو اه عندي مثلا، يعني الناس اللي مثلا الست اللي بتعمل معايا الاكل مش موجوده، بنزل وممكن اعمل اكل يكفي شارع لوحدي عادي جدا، جميع انواع الاكل عادي جدا، بروح السوبر ماركت عادي جدا، ببقى قاعده في بيتي مثلا مش عاجبني ده اروح اغيره، لا ننظف الحته دي، لا نقلب هنا، خش على الاوض يعني الولاد ست بيت جدا. بس يعني بتهربي منها بطريقة كده بس ماشي اوكي. لا ست بيت. طيب خلينا نتكلم بقى في اسماء تبقى قاعدة مع نفسها، ايه الافلام اللي بتحب تتفرج عليها؟ ايه الممثلين اللي تقول اه لا انا اخش المسلسل ده، او ايه المزيكا انا احط مع نفسي كده اسمع مزيكا معينة او اسمع لحد معين كتاب معين؟ اسماء نفسها مع نفسها هي بقى بتعمل ايه؟ هي بحب أقرأ الكتب جدا زي ايه مثلا؟ جدا، كتب اللي هي روايات ولا كتب؟ الروايات، وبحب الكتب اللي فيها فلسفة وعلم نفس قوي، بحب أقرأها قوي. ما بحبش أتفرج على حاجات كوميدي كتير، ليه؟ هتستغربني بقى، ليه؟ تحب ودي الدراما؟ نقطة الخلاف بيني وبين أخويا. تحب الدراما؟ لما نكون قاعدين مع بعض هو عايز 24 ساعة يتفرج على أفلام كوميدي، أنا حياتي كوميدية كلها وبضحك طيب وأهزر. ايه لكن سكة الأفلام سواء أجنبي أو مصري بتحبيها؟ تتفرج على يعني تقولي مش دراما، مش بقى مش الدراما اللي تبكي، مش الاكشن اللي فيه ضرب، انا زي بحب ايه؟ القصص الحياتيه، او اتفرج مثلا على فيلم فيه حاجه تديك باور لحاجه او تعلمك حاجه. يعني مثلا انا ممكن اكون ما بتفرجش على الافلام الجديده اغلبها بصراحه، بجيب افلام قديمه، زي ايه بقى كده؟ افلام نادية الكندي جميله بحبها قوي، افلام نبيل عبيد، الافلام الابيض واسود، بحب اتفرج على الناس دي واشوف ال بس خلي بالك انت اتكلمت على حاجتين كانوا مش جنب بعض، انت قلت نادية الجندي ونبيلة عبيد، هما سكتين مختلفتين عمالقة. تمام. عمالقة طبعا مفيش حد يجي طبعا زيهم في السينما، دي حقيقة،
صعب جدا طبعا، مع احترامي طبعا لكل الناس، لكن نبيلة عبيد كانت دايما تبقى سكة الليدي اللي عندها القادرة، موضوع وكده، وفي لا بتب الست القوية. اه نادية الجندي متنمرة وقوية بقى وشخصية، واللي هي بقى بتروح القادرة تعمل برضو والقوية، لو عارفة تاخد اللي هي عايزة. صح، أنا بحب أتفرج على دي الشخصيات الافلام دي دي الشخصيات دي. قوي. طيب افلام ابيض واسود بقى، انت قلتي ابيض واسود، ابيض واسود ده ما فيها كوميدي يعني، اسماعيل ياسين مثلا. لا طبعا اكيد كلنا بنحبه، بس انا طب مثلا ايه؟ بحب اتفرج على افلام عبد الحليم، سعاد حسني، بحب اشوف الزمن ده كانوا عايشين ازاي. خلي بالك انت كإنسان عايز بتحب تستكشف حاجات انت ما عشتهاش، فبتحب تتفرج ده، ففعلا بتبقى عندك قناعة لما تيجي مامتك تقولك ده احنا ايامنا كانت احلى من دلوقتي. اه انتوا عندكم حق. لما تتفرج في على حاجات الناس دي، وحاجات طبعا يعني لا اكيد. لما تتفرج، سيبك من الجو التكنولوجي ودلوقتي اللي احنا فيه الحاجات دي، لكن لما تتفرج على رقي، شياكة، على الادب وعلى الذوق، وان ازاي الانثى فعلا انثى والراجل فعلا شكله راجل. ياه، بتحب لبس مين مثلا يعني؟ سعاد السؤال ده حسني سعاد حسني. انت بتحبي، بعشق. انت قلتي لي بتحبي السندريلا بقى، دي شكل عيش ايه، السندريلا دي عيش والحركات دي. ايه يا جماعة، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت نادية لطفي، زبيدة ثروت، حلاوة والشياكة واللبس والفساتين ايه ده، ايه ده الدنيا كانت رايقة وهادية كده، قوي. والشوارع كانت مختلفة. بتفرج اتفرج ايه يا رب تطلع موضة تاني. انا لو مطلعتش موضة حتى بلبسهم، عشان تبقى عارف يعني فرش لازم. معايا. بعشق اللبس ده، انا بعشق الستايل ده. تبقى ماشية ليدي هانم الفانكي واللبس ده، كلنا بنلبس الكاجوال ده في الحياة العامة يعني عادي، لكن لما تبقى نازلة ثم حتى في خارجة الحياة العامة كانوا بيلبسوا دايما على سنجة 10 كده، بس. تحس ان في لكن دلوقتي مثلا انا نفسي حاجة البس غريبة دراس كده. وانا رايحة سوبر ماركت، هيبقى شكلي منتقد جدا، ما طبعا. بلاش. لكن لما بكون نازلة اي وقت عندي مناسبة فيه، بحب قوي وبتعمد ان انا اجيب طب بالنسبة الحاجات دي. للأفلام الأجنبي، طيب كنت بحبها وبحب الاكشن. بتحب الأكشن برضه؟ اه بس انا مايلة اكتر للافلام العربي، المصري بتاعت زمان، لان مصر زمان افلامها كانت زي افلام هوليوود. كان عندك عمر الشريف، ده كان حد عالمي. فاتن حمامة، كانت فاتن حمامة كان في باريس بيعرفوها اكتر من المصريين بيعرفوها. لا فين مش ده؟ قوي كده يعني، لا بس كانوا كانت معروفة عارفينها يعني، كويس جدا. بيعرفوها طبعا لا كانت يعني. ست عالمية وعارفينها كويس جدا. انا كنت قاعدة هناك في باريس، وكنت قاعدة بتكلم مع ست فرنسوية كانت بتكلمني عن فاتن حمامة وعمر الشريف، بتقولي قد ايه هما هنا كان اساميهم في الشوارع، افيشات الافلام موجودة في السينمات مش زي دلوقتي. طب وليه انت مع بقى مع نفسك كده في العربية، راح مشوار ولا حاجة، بتسمعي مين؟ ال عمرو دياب forever. عمرو دياب عمرو دياب، والله. عمرو دياب طول الخط وطول الوقت. ورامي صبري دلوقتي برضو بحبه جدا. اوكي، لكن غير كده ما تسمعيش حد خالص لا يعني؟ بسمع كل حاجة عادي يعني، عادي، باقي كله بسمع عادي. كل حاجة، بس دول لو انا لوحدي وعايزة اشغل تنظيم الستات اغاني. مثلا اليسا، انت اه طبعا اليسا. شيرين. لا انا بص، اتنين في الستات عندي، اتنين عندي، شيرين واليسا. اوكي، طب ما انت ما قلتليش كده في الاول ليه؟ لا انا بتكلم على بسمع مين دي على طول، عمرو دياب. لكن لو على الستات طبعا اوكي. شيرين حبيبة قلبي واليسا، بحبهم جدا، طب وحماقي وتامر بحبه جدا، وكده، بحبهم جدا. بس ما تسمعهمش قوي لا زي عمرو بسمعهم، و بسمعهم وفي اغاني بحبها ليهم جدا جدا. لكن انا عندي عمرو، معرفش، زمان وانا صغيرة كان اخويا يقول لي ايه، عمرو دياب لو عمل ألبوم فاضي ناجح. فتربيت على كده اوكي. لدرجة ان انا بقيت عندي ادمان لعمرو دياب. انت عارفه برضو انت مش دارسه علم نفس بقى، انت عارفه الحاله برضو الذهنيه صح، بتفرق جامد جدا طبعا. بتأثر. محمد منير ده كينج، ده كينج، ايه ده بقى؟ ده كينج. انت بس انت جبتي لي سيرته خالص. لو انا لوحدي، انا بقول لك على اللي انا بسمعه، ما انا ممكن اوكي اكون بسمع كل الناس اوكي وبحبهم وبحب اغاني ليهم، لكن مين اللي ممكن تفضل مثلا مشغل مثلا ابلكيشن معين على عليه على العربيه وسايبه يقول كل اغانيه؟ لا عمرو دياب. طب خلينا نروح بقى للجمهور، للفانز. تعرف الجمهور في الكورة أهم حاجة، خاصة في الكورة بالذات، لأن جمهور الكورة دايركت يعني، ساعة الماتش في الاستاد أنا بعمل كورة بسمع صوتها على طول، في الجمهور بجيب جون بحس بالصوت على طول. الجمهور في الإعلام أو في التمثيل مختلف، ما عدا المسرح طبعا يعني، عشان كده المطربين بيبقى عندهم نوع من الحماس شوية أكتر. أنتي أول حاجة الجمهور لما بتيجي تعملي أنتي شغلك، هل بتبقي حاطة الجمهور تارجت قدامك، ولا بتعملي اللي انت شايفاه
وبعد كده الجمهور يتقبله. في الاول ممكن ما يتقبلوش. هل بتحط الجمهور في البدايه وانت بتعملي حاجتك عامله حساب قوي للجمهور، ولا بتعملي الحاجه وبعد كده تشوفي وتعاملك مع الجمهور بقى عامه في الحياه العامه بيبقى عامل ازاي؟ لا اكيد بكون عامله حساب طبعا، بالعكس تعملي حساب الجمهور قبل ما طبعا تعملي بحب الشغل. اكون عامله حاجه هما بيحبوها. ساعات بيطلبوا مني نجوم معينه بحب اجيبها لهم. لا ازاي طبعا. طب انا لو اشتغلت والبرنامج ناجح مثلا كده لكن الجمهور مش حبه، هبقى ايه النجاح في كده؟ لا مش شرط، خلي بالك. طب ممكن واحد يبقى عنده فكره جديده مش عارف لسه الجمهور هيتقبلها ولا لا. مثلا في ناس كتير قوي جرب بتبقى فيري وامشي مع. كرييتيف ان هم لا بيعملوا اقولك حاجه. على حاجة، هنا انت جرب. الجمهور ممكن في الاول ما يتقبلكش شوية، مع الوقت هيتعود عليك، بعد فترة انت بقيت واحد منهم. حلو. يعني انت كده، ما انا عشان كده سالتك، هل بتحطي الجمهور الاول تبني عليه في افكارك، ولا بتعملي فكرتك وبتدرسيها كويس قوي وبعد كده تستني الفيدباك بتاع الجمهور؟ ما انت اكيد مش هتعدي على الجمهور تقول لهم يا جماعة انا هعمل كذا كذا، هتحبوه ولا لا؟ لا، بتشوف الناس بتحب لا ايه بت... لا بتنزل بفكرتك والجمهور ممكن في الاول يهاجمك، هيتقبلك، هيحبك، هتبقى واحد منهم. انا وصلت بسرعه قوي لواحده منهم. واحده منهم ازاي؟ ان انا بيجيلي على السوشيال ميديا وعامه كميه مسجات من بنات وستات كبيره وشباب، اللي هو يا اسماء طب مش عارفه نعمل ايه النهارده. بدانا نتكلم في حياه بعض، اوكي. فبدات احس ان انا واحده منهم. وانت انت فعلا بتخش على السوشيال ميديا بقى بنفسك وكده، ايوه تقعدي انا كنت بعمل بتردي على فكره عليهم كتير اسك، بجد؟ بعمل اسك كتير واطلع اتكلم معاهم لايف، اللي هو مش اطلع لايف يعني، مثلا اطلع معاهم في فيديو مثلا يسالوني اسئله كتير كتير كتير، وبرد عليهم على بالذات على الانستجرام، برد متفاعله جدا جدا. لو انا مثلا مزنوقه في شغل قوي 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 قوي، وحد كان متعود ان هو بيكلمني وانا اختفيت، فمثلا انا عندي حد ماسك السوشيال ميديا اقول له لو في حد من الناس اللي هي قريبين مني مثلا، لا شافوني ولا شفتهم. انا ليا فانس يا تامر، انا والله العظيم ما شفتهم، هم شافوني، هم عارفيني انا ما اعرفهمش، أكيد ومن طبعا، بلاد مختلفه، أكيد. وبنات بنات صغيرين وبنات زي العسل، وتقريبا كده يعني في بنتين غلا ومنوشه، انا ما اعرفش شكلهم، بيبعتوا لي صور امارات، وحد من ليبيا وحد من مصر وحد من الكويت وحد من السعوديه. بس قد ايه حلاوتهم، قد ايه شايفين اسماء دي مثلا اختهم صاحبتهم. يعني ساعات اقول لهم يا جماعه ما تخشوش تهاجموا حد، مش مشكله، لا بس حاجة حلوة ان انا البني مش فارق ادم معايا، لا ما يحس ان يتكلموش الليبي ده عنك كده، وانا والله يا جماعه عادي. فده لا يعني انا بكون مبسوطه ان انا شبه البنات اللي في البيت المصري. الست اللي بتتفرج تحس ان انا بنتها، الراجل يحس ان انا بنته، الشاب يحس ان انا اخته، البنت تحس ان انا اختها، بكون مبسوطه بكده جدا. طب قولي لي، بتتعاملي ازاي مع الجمهور بقى لما تقولي بقى في الاماكن العامه؟ طبعا بتروحي اي مكان، بتروح بتبقى في ناس عايزه تتصور، بتبقى ناس عايزه تتكلم، تبقى اسعد حاجه في الدنيا. وهل انت من النوع اللي بيتعامل وبيتصور مره واتنين وتلاته؟ اصل في ناس يقول لك لا انا معلش مش عايزه اتصور، لا انا خالص عمرها مودي ما مش تحصل، مظبوط، لا مش لابس كويس. انت مش من النوع ده خالص؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل، بالعكس خالص. يعني انت بتعاملك مع الجمهور ده، من ده دي احلى حاجة في الدنيا. انت مع ده يعني في ناس كتيره جدا، انا بستغرب بصراحه. يعني في طبعا ناس كتيره كويسه، بس في مشاهير كتير قوي يجي في حته الجمهور دي ساعات يقول لك لا انا الدنيا زحمه، لا مش عايز اقابل حد، لا انا اتصورت كتير يا جماعه مش قادر. يعني تقولي للناس اللي زي دي اللي بيعملوا كده؟ بلاش غرور عشان دول طلعوك هتنزل، هما طلعوك، هما حبوك، هما خلوك اسم، هتعمل كده في ثانية هتنزل مش هتتشاف خالص. بلاش ده. مش عايز تتصور ما تنزلش في مكان فيه ما ناس، تنزلش اقعد في بيتك، لكن اوعى تحرج حد، اوعى بالظبط. يعني فكرة الإحراج دي بتبقى صعبة جدا على فكرة، جدا. إن حد يبقى شايف حد وشافه بيحبه وعارف إن هو مش جدا، عارف هو يشوفه مش جاي إمتى يتصور تاني. معاك عشان خاطر ان هو اللي اتصورت مع فلان، هو بيتصور معاك عشان هو بيحبك، عشان هو بيحبك. بالعكس انا لما الاقي حد مكسوف اقول له انت مكسوف ليه، انا هات الموبايل هتصور انا وانت سيلفي مع بعض. يا بتعملي كده؟ والله العظيم، وعادي جدا جدا ولا يفرق معايا خالص، بالعكس انا ببقى مبسوطه وانا متواجده معاهم، بنسى دول. ظهرك، دول سندك. لو انت عملت حاجه غلط، عملت حاجة مش حلوة، حبهم ليك هيغفر لك. طب خلاص نشوفه اللي بعده. الجمهور، الناس اللي في الشارع، الناس اللي في الشارع دي، الست البسيطة اللي قاعدة في البيت، البنت الصغيرة بتتفرج عليك، الشاب الصغير اللي هو بيحبك وشايفك حاجة كبيرة جدا جدا وبيتعلم منك.
اوعى تتغرى عليه، هتقع، ولو وقعت ملكش قومة. هي مرة الجمهور بيبقى قاسي ساعات في الحاجات دي جدا، قد ما بيطلع فوق على قد ما بينزل في ثانية. بص، الجمهور هو الترمومتر بتاعك. انت لو محبوب يبقى انت ناجح. سيبك من تعليقات السوشيال ميديا، عشان دي لجان وفي ناس بتخش تهيئ. ده مش مقياس مش بالنسبة لي مقياس طبعا، خالص. انا مقياسي الحقيقي انا كأسمى الشارع. الشارع لما بنزل الشارع الاقي اللي جاي يتصور معايا، واللي جاي تسألني مش عارفة اعمل ايه في بشرتي، واللي جاي تسألني اعمل ايه في شعري، واعمل ماسكات معاهم على الهوا. ممكن اطلع اعمل فيديو وانا بعمل ماسك واقول لهم يا جماعة حلو قوي يا بنات جربوه. مش شغل سوشيال ميديا. اصل انا مش مضطرية ان انا اعمل مش الماسك اللي هيعرف الناس عليا، لا. لكن انا لقيت حاجة حلوة جربوه يا بنات هتحبوه. مش عارف بعمل كده، مبسوطة بالتفاعل ده، بيحبوك بيحبوك. عشان كده بيمسكوا موبايلهم يتفرجوا على الستوري بتاعتك عشان يشوفوك. طبعا. بيحبوك عشان كده بيخشوا يعملوا لايكات، بيبعتوا لك يعني بيحطوا بس لك في ناس وردة. بتشتري لايكات وفي ناس بتشتري ده حب حاجات، مزيف. يعني السوشيال ميديا للأسف ما عندنا ده حب فيها مزيف. حاجات بس كتير. لما تكون مثلا عامل اسك انتي بس انتي بتقيسي مقياسك الشارع الشارع، طبعا. ولما اجي اعمل مثلا اسك سؤال على الانستجرام بحب اعمله كتير قوي، والله العب معاهم ايه ده، اللي هو هتعمله ايه. طب بخش اجاوب بقى اشوف، انا مش لا، متابع قوي بس وبجاوب اخش بقى. انا معاه. بطلع بقى فيديو، والله العظيم بطلع فيديو وانا قاعده في البيت بالبيجامه مثلا، اقعد اعمله كذا 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 من غير اي ميك اب من غير اي حاجه، وبطلع اتكلم بكون مبسوطه. بحس ان اللي بتسالني دي هي بتسال اختها، وانا بحس ان انا اختها وبنتكلم عادي. مش مثلا اللي هو لا ما ردش، لا خالص. ازاي؟ بالعكس، ده انا بزعل لما اكون مشغوله واكمل بقيه الاسك كتابه من غير فيديو. ده بكون بقى ساعتها ايه، منهمكه في حاجه. طيب عايز انقل معاكي لنقطة مهمة جدا عندنا، ان هي losing hope، فقدان الامل. تعرف عندنا ساعات في الكورة كده الجمهور بيفقد الامل ساعات، في وقت يبقى خلاص وقت خلص يقول لك خلاص احنا اتغلبنا. لاعب يفقد الامل خلاص، دخل جون في اخر لحظة يقول لك مع ان فاضل لسه دقيقتين او ثلاثة او كده. لحظة فقدان الامل دي يعني بتضيع حاجات كتيرة قوي. بس هل أسماء فقدت أمل في يوم من الأيام، أو جالها لحظة فقدت الأمل وقعت كده قالت؟ أنت كنت مرة قالوا إنك وقعتي مرة أو حاجة كده صح؟ تعبت، أغمى عليكي قوم عليا في وقعتي الشارع. أو ده مش فقدان أمل، ده كان من لا كتر الشغل لا بقى. أنا وأنا بتكلم دلوقتي افتكرت القصة دي، يعني ده كان بسبب إيه؟ كان حاجة أنا معينة؟ كنت مسافرة، كان عندي تكريم في دبي. طلعت من دبي على باريس، كان عندي شغل هناك تبع براند معين. رجعت مصر كان عندي تصوير. أنا بكلمك في الحاجات دي في 3 أيام أو 4 أيام يا حصل. نهار أبيض. كان عندي تصوير. تاني يوم التصوير كان الولاد كان جمعة وعايزين يخرجوا ورافضين تماما يخرجوا. مثلا ايه، بساعات مثلا الناني والسواق بيودوهم مكان ورافضين، هما عايزين يروحوا مكان عايزين معين معاكي، وانا العب معاهم. عايزة معاكي. فتمام حاضر هروح معاكم. انا رحت كل ده، انت بتتكلم في 4 ايام بتعمل الحاجات دي كلها، سفر من هنا لهنا، ده اصلا من دبي لباريس 7 ساعات طيران، طبعا. فمرمطة. دخلت المكان ما وبلعب معاهم، فجأة كان معانا صحابنا، يعني صحابي اللي هما مامة صحابهم، كلنا جروب مع بعض، أنا وولادي وصحاب ولادي ومامتهم وبتاع. في لحظة ما أنا مش شايفة اللي قدامي، أنا سامعة ولادي بينادوا عليا وأنا مش مركزة، مش مستوعبة. فجأة في مكان في مول يعني في الشيخ زايد، لقيت نفسي على الأرض. محسيتش إن أنا غير أنا بقع، مش عارفة أنا فيا إيه، أنا بقع بس. ما فقتش غير وأنا في مستشفى. ايه انا فين؟ الولاد فين؟ صاحبتي قالت لي هم عندي في كان البيت إرهاق خدتهم. يعني. ارهاق لدرجه ان انا لقيت ضغطي مش عارفه 60/50 حاجه كده، واقع خالص مش فاكره الرقم بالظبط، بموت. ايدي صفرة، وشي خلاص. لدرجه ان خفت، الدكتور كان بيقول لي ضربات قلبك سريعه، فبقى عمال يعمل لي اللي هو رسم القلب كل شويه، القوا حصل حاجه في القلب، في ايه، القوا جدا من كتر ما انا خلاص بموت بنهار. بدأت أتعافى بقى بعد 2 3 أيام، اللي هو بدأت أرجع لطبيعتي، اللي هو لازم أنام أكل وبس، طبعا لأن الإرهاق. كمان كل ده بتعمل دايت،
فالحياة دايت كانت، ليه يعني؟ الموضوع مش مستاهل يعني، بالعكس. كنت بعمل دايت وبعمله كل الحاجات دي صعب جدا في طبعا، تايم قصير جدا ولا جدا الجسم جدا يستحملش خالص طبعا يعني. خالص. فلقيت نفسي خلاص بقى، اللي هو جيت في لحظة كده بقع بقى. طيب نرجع بقى لقصة اللي هنا، الوقوع بقى في الحياة، ان انا افقد الامل، عملت حاجة شغلانة وما مشيتش معايا، عملت حاجة وتعبت فيها جدا بس ربنا مش كاتب لي النجاح ليها دلوقتي، تقولي ايه بقى يعني امتى فقدت الامل، وهل فقدت الامل ولا لا قبل كده، وتقولي ايه للشباب اللي بيفقدوا الامل سهل قوي كمان دلوقتي، او بيفقدوا الامل في الحياة. اوعى تفقد الامل، لان ربنا موجود. لو انا كنت فقدت الامل كنت ما نجحتش، كنت خلاص قعدت في بيتنا. لو انا كنت فقدت الامل في يوم من الايام في اي حاجه، كنتش وصلت لاي حاجه. سيبك من الشغل، ما كنتش بقيت انسانه سويه نفسيا، ما كنتش بقيت انسانه اللي هو ايه، مبسوطه في حياتي وراضيه والحمد لله. انت وقعت النهارده والدنيا بقت سودة، بس تملي تفتكر كلمه، انما على العسر يسر. والله العظيم الآية دي وحياة ربنا بقولها تقريبا لو جالي صداع. انت متخيل لو تعبت من اي حاجة في الدنيا؟ انما العسر يسر. انت دلوقتي اتأزمت في حاجة، هتبقى اتأزمت فيها كويسة قوي، بعد شوية. ده انت داخل على الفرج قوي. ما دعت الا لما فرجت، ده انت داخل ايه، بفرح كل ما تحس ان انت بتضيق من اي حاجة. لا انت داخل على الفرج، هتفرج دلوقتي حالا، ربنا هيفكها عليك. دي حقيقة، ربنا قال لك كده. احنا هنفقد الامل وربنا قال كده ازاي بقى؟ لا طبعا دي بص، وانا مش اهل دين يعني، مش هي بتكلم في دين، ملهاش دعوة انا بالدين، بتكلم في بالعكس هي قناعتي كلها انا ريليتد لبعض الشخصيه، طبعا. اللي هو انا تملي عندي تفاؤل ان ربنا شايل احسن، لسه بكره احسن، في بكره احسن. اسمع، عايز اسألك على حاجة مهمة جدا، الاوت، ان انا احس ان انا بره الموضوع، او حد حطني بره الموضوع مش عايز يدخلني دلوقتي، او رهنتي على حاجة، انت بدأتي مثلا في البداية او برنامج ليكي ما كانش، كان لسه كان في صدى البلد مثلا، هل كان زي تجربتك في قناة ناس؟ أكيد لا طبعا. أكيد لا. إمتى حسيت إنك عملتي حاجة مثلا وشط شوطة في الكورة يعني، وشوط شوطة وحضر لها قوي ومشاهد الكورة بقى تطلع طلعت بره، بره. تطلع بره خالص، قول يا لهوي، أو يا إما حد جابك كده قال لك لا خليك قاعد معايا بره شوية مش تنزل دلوقتي، حطني أوت يعني. إمتى حصل ده الأزمة في والله ما الحياة؟ حصليش الموقف ده خالص. خالص، بالعكس انا كنت ماشي ابقى محضره حاجه وما تنجحش. دي زي ما انت قلت مثلا، ده ممكن يكون عيب فيا، انا كنت لسه ما عنديش خبره كافيه، مش عيب في اي حد. لا مش عيب، انا بتكلم من حتة تانية لا طبعا. مش هقول ان حد مثلا قصر، ممكن يكون تاثير كان مني انا، لكن ان حد يقولي لا خليكي انت ورا شويه، بالعكس انا ساعات بقول لهم طب طلعوني لبره شويه اخد. لا اخد نفسي. ليه بقى؟ لان هم تملي عندهم احساس ان انت حموله قوي، فلا كملي. يعني انا لسه واحنا بنعمل اخر حلقة في سيزون رمضان، فهنبدأ بقى سيزون الجديد امتى؟ انا عايزة اروح انام عايز افكر شوية، وارتاح، اديني فترة كده ادوني اخد نفسي فرصتي. اشم نفسي عارف شوية. انت اللي هو على طول عارفين اللي اسمه، لا دي اكتف وحمولة وهايبر وعلى طول هتشتغل، بس ادوني وقتي شوية. طيب responsibility، هنا بقى نيجي للمسؤولية، ان الواحد بيبقى عايز طبعا ينجح، بس مش كل حد حاسب قوي ان النجاح ده قصاده مسؤولية responsibility جامدة رهيبة. جدا قدام الناس وقدام عيلته وقدام نفسه وقدام التيم بتاعه اللي شغالين معاه، قصاد حاجات كتيرة جدا. انت المسؤولية هنا عندك وصلت لحد فين مع النجاح اللي كل شوية ده، اخرهم ما شاء الله السنة دي، ده مش بيزود المسؤولية عليك؟ مسؤولية هنا بتتحول لعبء. جدا. هو عبء في ان انت بتحسبها قوي في كل حاجة، تفكر قوي. يعني انا ممكن كنت اعمل اي حاجة من غير ما افكر، لا دلوقتي بقيت بفكر عشان عندي المسؤولية دي. المسؤولية بتزيد معاك كل يوم، مع النجاح مع نجاح، طبعا. مع ان انت بقيت صاحب حاجة معينة فتحافظ عليها. على فكرة المسؤولية دي مش بس ان انت ممكن تعمل تصرف تكون غير مسؤول عنه، لا لا المسؤولية المسؤولية نفسها ان انت نفسك لازم تنجح اكتر. طبعا، انا بتكلم في المسؤولية دي، اللي انت لازم تكون ان اكتر، يبقى عليك نجاح اقوى، اقوى، واللي جاي لازم يبقى موجود، اقوى.
فترة كده من يعني من قريب يعني كنت مختفية تماما على السوشيال ميديا، فكانوا بيسألوا انتي فين. انا ساعتها كنت فترة بعيد حساباتي. اوكي، فترة بتعيد حساباتك ليه؟ بين فترة والتانية كده بحب اعمل حاجة اقعد كده فيها مثلا 3 4 ايام، حاجة نفسية موجودة في علم النفس، ان انت تقعد 3 4 ايام تفكر، او تحديدا 72 ساعة. لو قعدتهم لوحدك خالص بعيد عن اي ضغط نفسي او شغل، تقدر تفكر في قراراتك القديمة واللي هتاخدها بشكل افضل. بشكل وانت افضل بتعملي كده فعلا بعمل كده، ببقى مش موجودة، بتفصلي تماما. بفصل تماما عن ضغط شغل او ظروف خارجية بره المحيط بتاعي، يعني بره البيت او كده. بركز جدا 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 في كل تصرفاتي، اللي غلطت فيه مش هعمله تاني، اللي جاي مش هغلط فيه، لازم ابقى افضل واقفة في حتة ناجحة. محدش طول الوقت ناجح، محدش طول الوقت فاشل، محدش طول الوقت طب صح. مش المسؤوليات بتزيد؟ يعني انت دلوقتي بقى عندك مسؤولية في شغلك زادت، لأن نجاح فمحتاجين نجاح أكبر كمان، responsibility قصاد بناتك بنت ولد. أو بنت، سوري، بنت ولد، ولادك، بتزيد برضو المسؤولية، بيكبروا أكتر، بتبقى لسه محتاجة تبقي معاهم أكتر، وفي interaction أكتر، وبتكلموا طبعا أكتر، جوزك، عيلتك، الريسبونسابيلتي دي كلها بتزيد في نفس الوقت مع بعض، بتعملي فيها ايه؟ دي اكتر حاجة بتضغطني. ما طبعا النجاح، بس بعرف اتصرف. يعني انا عندي شغل، وقتي بتاع شغلي بس خلاص. انا رجعت من الشغل، وقتي للبيت بس أجر خلاص تدي كل وقت خلاص. يعني حقه. انا ما ينفعش اكون في مثلا في البلاتو يكلموني اصل حصل وحصل، لا ده ما ينفعش ما ينفعش. انتوا كل حاجة عندكم يعني سيستم في البيت، انت عندك ده موجود وده عندكم ده موجودين خلاص، مفيش حاجة في البيت ناقصة مثلا. طب او ما تقولوش ان انا قصرت في حاجة خلاص. مش ساعات الأولويات بتتغير؟ طبعا الاولوية للبيت ده اكيد، وللولاد والجوزي ده طبعا ده اكيد. بس انت مثلا بتصور حاجة مهمة زي سيزون رمضان، فانت محكم بوقت معين او محكوم بوقت معين. طب امتى أسمى بتاخد وقت بقى لنفسها، اللي هو طول الوقت واخدة وقت شكرا لنفسي، طول الوقت يا انا عايز تيمور، اقعد مع نفسي بقى كده، طول عايز الوقت اقعد ابص للسماء، عايز اقعد طول قدام الوقت البحر. طول الوقت. وكل يوم لازم انا ليا ساعة ساعتين في اليوم دول بتوعي انا شخصيا. اعمل بقى ماسكات، اقعد بقى اتفرج على فيلم، اقعد ابسط كده مبلمة بدون في حد خالص. ولا الهوا، بيكون الولاد نايمين انا مع نفسي كده قاعدة كده خلاص. طالما دخلت الأوضة وقفلت على نفسي بالمفتاح، محدش يجرؤ محدش يجرؤ خلاص انه يعمل ده. خلاص. هي دلوقتي سيبوها محدش يجرؤ، خالص. ولو عمل كده ببقى متضايقة اوي، بفصل من حاجة انا بحبها. لو تبقى قاعد كده مع نفسك وشوف طب امتى اسمها اتزنقت في كورنر ومعرفتش تخرج منه لا الحمد لله ما حصلتش، خالص؟ والله العظيم ما حصلت لا يمكن يعني. ما حصلتش. عارف ليه؟ ما انت بتحسب كل حاجة قبل ما تعملها. فكر شوية، اتعبوا نفسكم بالتفكير، مش هتتحطوا في مواقف ملهاش لازمة. ما بقول لك كل واحد طول حياته ما اتحطش في موقف وانت كده، طفل بيتحط اكيد اتزنق في موقف وانت كده طفل، ومش عارف اخرج منه. وانت طفل في كل حاجة وليها حل. طب امتى يا اسماء اضطريت تدافع عن نفسك، حسيت انت في موقف دفاع لازم تدافع عن نفسك، اللي اتقال ده مش صح، او اللي حصل ده مش حقيقي، او دي مش انا، مش شخصيتي، مش شكلي، ايوه حصل قريب جدا جدا لما قعدوا يقولوا ان امتى؟ انا اتجوزت كذا واتجوزت كذا، وانا رجعت لابو ولادي. فلو انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا على فكره زمان ما كنتش، من اول ما دخلت حياتي ورا الاعلام، انتوا بقى انت من النوع اللي محدش عارف، حتى محدش عارف من جوزك او ما حدش بالظبط. عارف هو حاليا حياته التفاصيل الشخصيه بالظبط، مش حرية عايز شخصية. يكون ظاهر في الاعلام. انتوا فارقين معاكوا هو مين؟ انتوا مالكوا؟ انتوا مالكوا؟ ده تعبكوا في ايه؟ اللي هو مثلا عايزين نعرف هو مين، ده تعبكوا في ايه؟ انا اللي في الميديا مش هو، انا اللي الاعلام مش هو.
فانتوا عايزينه هو في ايه؟ هو مش عايز يظهر، الراجل ليه خصوصيته. طب وعملت ايه بقى لما قعد يقول بقى اتجوزت فلان وجوزت فلان مش الطريق. والقصص دي؟ لما اتسالت بقى قلت لا، انا رجعت لابا ولادي تاني يا جماعه، انا ما حدش كان عارف حاجه عن حياتي الشخصيه، كل واحد مكون عنده كل واحد مكون جوه دماغه انطباع عني، هو حر. طب عرفوا منين ان انتي اتطلقتي طيب؟ هما اصلا ما كانواش عارفين ان انا مطلقه، هما عرفوا هما ازاي؟ فاكرين ان انا لسه مش متجوزه خالص. اوكي. فانا طب مش هنزل لا اقول والله ده انا كنت متجوزه وعندي اطفال، انا ما انتوا مالكم من حياتي الشخصيه، دي حاجه ما حدش ليه دعوه بيها. بس مع الوقت لما لقيت نفسي حياتي بدات تظهر قوي في العلن، فبقيت اقول، بقيت اقول ليه؟ لان انا بخرج بولادي، ولادي صورهم مش هنزلها، لان انا عايزاهم يعيشوا عيشه سويه خالص، مع انهم بيجوا معايا البلاتو على فكره، يعني اغلب الوقت بيكونوا معايا في البلاتو، يحبوا يجوا يتفرجوا قوي، بس صور هم صغيرين دلوقتي، لما يكبروا هم حرين، ليهم كامل الحريه، عايزين صورهم تنزل ولا لا، لكن اوكي. دلوقتي لا، هم اطفال وانا بخاف عليهم. جوزي هو راجل مش عايز صورته تبقى موجوده، هو حر، ايه المشكله؟ لا ده حرية شخصية، ما بحبش بالظبط، التدخل في هو الحاجات دي بيحب يعني. ده وانا بحترم جدا في ده، تمام، ايه المشكله؟ كل الناس، اغلب الناس اللي في الميديا اللي عايزه تحافظ على حياتها عاملين كده، في ناس تتدخل بقى عايزين يشوفوا، لا وانتوا مالكم؟ طب انا اسالك في حاجات تخص الست بقى شويه يعني، قبل ما اختم معاكي كده، تقولي ايه للرجاله اللي بتضرب؟ بتضرب ممكن ما تقولش بس رجاله، والله عيب تقول كلمه رجاله دي على حد او بيضربه. الازواج يعني، بلاش يعني، اللي بيوصل الزوج يمد ايده على مراته مثلا. انت ما عندكش اصلا دماغ او مخ تفكر، فعشان كده بتستخدم ايدك، انت ممكن كلمة تبقى اقوى من القلم اللي انت اديته لها. طب بتقول ايه ده التحرش اللي بيحصل لحد دلوقتي؟ واحنا بنحاول بقالنا سنين بنحاول القصه دي، التحرش بالست في مجتمعاتنا، خاصه سواء كان تحرش لفظي او يعني مش شرط برضو يبقى تحرش جسدي يعني، التحرش اللفظي يعني. تقولي ايه اللي بيعمل حاجه زي كده؟ وتقولي ايه للستات كمان اللي بيحصل معاهم حاجه زي كده؟ اقول للولاد دي عدم رجوله، انت كده بتفكر نفسك ان انت فظيع وشاطر، ده انا بعمل، انت كده بالنسبه لنا احنا مش راجل اصلا، عدم رجوله منك. طب تقولي للست او الزوجات اللي بيحصل لهم، او اي ست بيتحرش بيها أو لفظيا حتى، وبتخاف او تسكت او تقول خافي من لا ايه؟ اصل هيقولوا عليا ايه، اصل في ناس كتيره كده وده لا مش ما كل. تخافيش من اي حاجه، اطلعي واجي وقولي وخدي حقك، هو اللي يخاف، هو اللي جبان، هو الغلطان، هو اللي عنده عدم مسؤولية، هو اللي ما ترباش اصلا، طلعي وقولي واتكلمي وخدي حقك، لو تقدري تاخدي حقك بالقانون خدي حقك بالقانون، لو انت تعرفي الشخص ده مين وتعرفي توصلي له خدي حقك بالقانون، ده حقها، حقها. وبعدين خد بالك يا تامر، دلوقتي احنا عندنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي عامل حقوق المرأة حلوة قوي، الرئيس الوحيد اللي جه عارف يعني ايه مرأة وكرم المرأة وعمل فعلا، طبعا، ما انا يعني دي بسألك عشان الحقيقة. كده. بس الراجل ده يا جماعة بجد يعني عارف يعني ايه قيمة الست، هو أب، هو زوج، هو عارف يعني ايه قيمة الست بجد، ما حصلتش معانا احنا قبل كده المرأة بصراحة قوانين قوانين المرأة دلوقتي يعني، المرأة واخدة حقها بصراحة بشكل كويس جدا. بس نرجع نقول ايه، ان في ستات لغاية دلوقتي تقول لك مش عايزة، خايفة، تقول للناس هتقول عليا ايه، قدام هتقولي عيلتي عليكي قوي. انتي ايه ولا يعني هتقول عليه هو ايه؟ لا طب تتكلم وتقول، اوكي. طبعا تتكلم. طيب التنمر، التنمر اللي بنسمعه بقى الولاد صغيرين يعني، خاصة في المدارس والحاجات دي بتأثر جامد جدا في الولاد الصغيرين عادة والبنات. سيئة زي الزفت، واللي بيتنمر ده اصلا تلاقيه في عبر السنين، استغفر الله العظيم يعني. اه والله انت عارف يا تامر، لو كل واحد بيتنمر على حد بص لنفسه في المراية هيتلهي على خيبته. ايه رأيك بقى؟ يعني قول له، اه والله يعني قول العظيم له تلاقي على اتلهي خيبتك على يعني. خيبتك بقى، بتتنمر على مين؟ طب بص لنفسك الأول والله. طيب بختم معاك، عايز تقولي كلمة كده لأهلينا في فلسطين، شايف القصة عاملة ازاي، الوضع عامل ازاي، بيحتاجوا كل كلمة، بيحتاجوا كل
اي حاجه بتوصل لهم يعني، تقول لهم ايه الوضع يعني؟ مأساوي جدا، كلنا قلبنا معاهم، كلنا بنحبهم، كلنا تعبانين ومقهورين عليهم. صدقوني احنا ممكن نكون يعني بدأنا نفك شوية ونعيش حياتنا ونزلنا شغلنا غير الأول، بس احنا موجوعين لأن ما باليد حيلة، احنا مش عارفين نعمل حاجة، لكن إن شاء الله ربنا هينصركم. لازم لازم فلسطين ربنا هينصرها عاجلا أم آجلا، ده لازم يا رب، أكيد طبعا إن شاء الله، أكيد طبعا، قربنا معاهم أكيد يا رب إن شاء الله. يا رب. طيب اسمع، قبل ما أقفل معاكي كده بقى، يعني إيه السؤال اللي كنت المفروض أسأله لك وما سألتوش؟ ايه السؤال ده؟ انت في حاجة ما سألتهاش؟ ده انت عصرتني يمكن كده أنا انت عصرتني يعني، طب أرجو إن أنا ما كنتش تقيل يعني عليكي. خالص، بالعكس. على أنا انبسطت جدا بالحلقة وانا والله اتبسطت جدا، جدا. على فكرة عايزة اقولك على حاجة، انا مقلة في الظهور ومش وأنا بطلع عارف خالص، وكذا حد كان بيكلمني والله، يعني انت عشان صاحب إيهاب، وكمان إيهاب قال لي قد ايه انت حد محترم جدا جدا جدا، فقلت له طب تمام، وانا عارفه انت ابن ناس، فانا طلعت وعارفه ان اتكلمت براحتي وكنت جدا مرتاحه، مش اي حاجه ضايقتني خالص، قضيت وقت جميل، احتفلتوا بجد بيا احتفال حلو قوي، بجد. واجرتولي كيك جبتولي كيك وعملتولي درع لا لا اتبسطت قوي معاكم بجد. انا ميرسي جدا انك كنت معايا، وانا كمان انبسطت جدا بالقعده يعني. كل سنه وانت طيب. Thank you مبروك again. طبعا على النجاح، السنه دي كان كبير جدا، السنه الجايه بقول لك بقى المسؤوليه كبرت، فان شاء الله تعمل حاجه اكتر كمان من يا السنه دي رب باذن إن الله. شاء ان الله شاء يا الله. رب بإذن الله يا اشكرك، رب. ميرسي جدا، ميرسي يا دايما، ميرسي جدا. ميرسي. Thank you.